السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، وأولى سهرات النادي الأهلي وقناة النادي الأهلي، ولنكون موجودين مع حضراتكم إن شاء الله كل يوم من 10 ل 12 في الأهلي الليلة. كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة شهر رمضان، ومصر طيبة والأمة الإسلامية كلها بخير، ودايما متجمعين على الخير في شهر الخير. زي ما قلت لحضراتكم هنكون موجودين مع حضراتكم كل يوم من الساعة 10 ل 12 ما عدا يوم الخميس اللي هيكون موجود مع حضراتكم الباشمهندس عدلي القيع والأستاذ إبراهيم المنيسي في ملك وكتابة في نفس الميعاد إن شاء الله. هنكون موجودين معاكم كل يوم، ويعني الفقرة أو السهرة هتكون منقسمة إلى جزئين. الجزء الأول هنكون مع حضراتكم هنتابع في آخر الأخبار اللي موجودة وأخبار النادي الأهلي طبعا، واللي هتكون خاصة بتدريب الأهلي اللي هيبدأ أو اللي بدأ حالا دلوقتي استعدادا لمباراة يوم السبت أمام سموحة، وهنكون معكم أول بأول وهنقول لحضراتكم آخر الأخبار اللي موجودة في التدريبات وإزاي التدريب ماشي وآخر المستجدات اللي موجودة في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. هنكمل معكم باقي أخبار النادي الأهلي بشكل عام، كل ما يخص النادي الأهلي هيكون موجود معنا، وأيضا بقى هنروح لبعض الأخبار العامة بشكل عام في مصر وخارج مصر في بطولة الدوري العام، وآخر الأخبار الخاصة بمدربين بما أن احنا خلاص في نهاية موسم، وبالتالي هيكون في خاصة في دوري الدرجة الثانية هيكون في بعض المفاوضات مع أسامي في أندية بتسعى إلى الصعود إلى الدوري الممتاز، هنقول لحضراتكم عليها. وأيضا هنتكلم على الأندية اللي بتسعى إلى تجديد لعيبة، إلى التفاوض والمفاوضات اللي هتكون مع لعيبة بشكل معين. وكمان هنتكلم معاكم في يعني ممكن لو في أخبار مهمة في لعبات أخرى هنتكلم عليها. كمان هنتكلم على أخبار الكرة العالمية، وزي ما حضراتكم عارفين بتقام مباراة برشلونة وليفربول على ملعب الأنفيلد حاليا دلوقتي في دوري أبطال أوروبا في مباراة الإياب في دور نصف النهائي. مباراة طبعا بتشهد غياب محمد صلاح خارج التشكيلة تماما وخارج مقاعد البدلاء، لكن فيرمينيو موجود على مقاعد البدلاء لكنه لم يشترك في بداية المباراة. ليفربول تقدم في الشوط الأول بهدف مقابل لا شيء، ليفربول بدأ بداية جيدة جدا، أحرز هدف في أولى الدقائق وكان بإمكانه إحراز هدف ثاني علشان يبدأ في تقليص فارق الأهداف ما بينه وما بين فريق برشلونة اللي المباراة الأولى فاز فيها 3-0. ما في شك ان الجمهور تابع محمد صلاح النهارده بشكل رائع جدا، محمد صلاح كان موجود في الملعب ولابس تيشيرت لفتت الانظار وكاتب عليها نيفر جيف اب، يعني لا تستسلم ابدا. هو محمد صلاح اكيد يعني في هدف او في مسج من التيشيرت اللي لابسها، هي يعني رسالتين مهمين جدا. اول رساله خاصه باصابته ان هو بيطمن جمهور ليفربول ان هو هيكون في اخر مباراه اللي هتكون في الدوري الانجليزي، وفي نفس الوقت بيقول مسج لجمهور ليفربول سواء في مباراه برشلونه ان 3-0 مش نتيجه كبيره، ليفربول حققها قبل كده امام فريق اي سي ميلان في مباراه دوري ابطال اوروبا في النهائي اللي كان في اسطنبول عام 2005. وايضا في اخر مباراه امام السيتي اللي هيلاقي برايتون في ملعب برايتون، وهتكون اخر مباراه ليفربول محتاج ان فريق السيتي يتعادل بأي نتيجة سواء إيجابية أو سواء سلبية علشان يفوز هو في مباراته الأخيرة، وطبعا مباراة صعبة تكون أمام فريق وولفرهامبتون، ونونو سانتو واحد من أهم المدربين اللي كانوا موجودين أو بيأدوا الموسم الإنجليزي الممتاز بشكل رائع جدا، قدر أنه يقصي فريق ليفربول من كأس الاتحاد الإنجليزي، وبالتالي هو أيضا هتكون مباراة مش سهلة تماما على فريق ليفربول زي ما كانت مباراة نيوكاسل تماما مش سهلة. وبالتالي هنتابع معاكم اخر الاخبار العالميه. عندنا كمان بكره هنتكلم في مباراه بكره ما بين توتنهام واياكس والحلم الكبير اللي بيراود نادي اياكس امستردام للصعود. الجزء الثاني هيكون معانا ضيفنا العزيز الاستاذ عصام شلتوت الناقد الرياضي الكبير عشان نتكلم معاه في اخر الاخبار النادي الاهلي، ونتكلم معاه في ماتش سموحه، نتكلم معاه في بعض القضايا. لكن قبل ما نبدا مع حضراتكم زي ما حضراتكم متعودين عائلة الأهلي عائلة كبيرة جدا، أعضاء وجمهور وكل من هو ينتمي إلى النادي الأهلي، الرمز الكبير رئيس النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب كان حريص إن احنا نبدأ معاكم وهو اللي يقول لكل الأعضاء وكل الجمهور وكل عائلة الأهلي كل سنة وأنتم طيبين. هنروح للكلمة اللي هيقولها كابتن محمود الخطيب ونرجع نكمل مع حضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان كريم وكل سنة وكل الناس طيبين وبخير وفي أحسن حال إن شاء الله.
كل سنة والشعوب العربية في محبة وفي سلام واطمئنان بإذن الله. كل سنة وجماهير وأعضاء النادي الأهلي طيبين وبخير وبصحة وبسعادة. يمكن جماهير وأعضاء النادي الأهلي ومحب النادي الأهلي الحقيقة يمكن بيثبتوا كل لحظة أنهم شركاء حقيقيين لي أو في تاريخ النادي الأهلي وإنجازات النادي. اللي دعمهم ومساندتهم الدايمة لناديهم في الأوقات الصعبة قبل الفرحة. وبنطمنكم أننا مستمرين في الدعم وفي البناء علشان نصل لأفضل مستوى أو بالمستوى الذي يليق بالنادي الأهلي وتاريخه وكمان في كل المجالات. ويمكن دي فرصة في الأيام المباركة احنا عايشينها وفي الشهر الكريم ان احنا الحقيقة يمكن يعني نغير من أنفسنا وكمان نرتقي بأخلاقنا. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. أهلا بحضراتكم من جديد، ودي كانت كلمة الرمز الكبير والكابتن الكبير الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي. وزي ما احنا متعودين بنكون كلنا أسرة واحدة، أعضاء وجمهور وكل من هو ينتمي إلى النادي الأهلي، ودايما بنكون حريصين نحن نعايد مع بعض في أي مناسبة سواء رمضان أو سواء أعياد، مسلمين ومسيحيين متعودين جوه النادي الأهلي أعضاء وجماهير إن احنا كلنا يعني مع بعض. ودايما رئيس النادي الأهلي بيكون حريص على أنه يقول الكلمة اللي بيتم توجيهها للأعضاء والجماهير أو عائلة الأهلي الكبير. طيب قبل ما نروح بقى للأخبار، أنا كنت عايز أتكلم مع حضراتكم في موضوع مهم جدا أو مواضيع خاصة بالنادي الأهلي أثيرت في الفترة الأخيرة. النادي الأهلي دايما زي ما احنا متعودين أنه هو يكون يعني سباق في كل شيء، بطل في كل البطولات اللي بيكون موجود فيها، بطل الدوري، بطل أفريقيا، بطل الكاس، أي بطولة الأهلي بيكون فيها دايما بيكون بينافس، وده شيء طبيعي متعودين عليه منذ نشأة النادي الأهلي من سنة 1907. لكن النادي الأهلي الموسم ده كان فيه بعض يعني تلاحم المباريات، وكان فيه بعض الإجهاد، وكان فيه بعض الإصابات، وبالتالي الأهلي بداية الموسم كانت بداية يعني كانت متأخرة شوية بسبب تأجيل الماتشات، بسبب أن الأهلي كان بيلعب في أفريقيا فما كانش بيلعب في الدوري، فكان متأخر في بطولة الدوري، وكله قال الأهلي هيكون بعيد عن المنافسة السنة دي. مش كله الصراحة، لكن في بعض النقاد، بعض الإعلاميين، بعض الصحفيين اللي قالوا الأهلي ممكن يكون بعيد الموسم ده وإن الدوري هيكون محسوم بين ناديه. طيب النادي الأهلي حاليا هو متصدر بطولة الدوري المصري الممتاز، وهو يعني اللي عنده فرصة أكبر إن هو يفوز بلقب الدوري. النادي الأهلي بسم الله ما شاء الله ماشي زي القطر في بطولة الدوري، خلاص الأهلي تربع على القمة. والمقولة الشهيرة اللي حضراتكم كلكم عارفينها، الأهلي لما بيكون في المقدمة صعب إن هو ينزل، ولو نزل مباراة بيرجع الثانية والثالثة والرابعة بيكون أقوى بكتير من المباريات اللي قبل كده. لكن بعد ما الأهلي رجع وبقى الأول في بطولة الدوري، بدأنا نسمع شوية بقى إشاعات، وبدأنا نسمع شوية أخبار تثير الفتن وتثير غضب جمهور النادي الأهلي. ويعني أكيد الغرض معروف، يعني الغرض معروف منها ليه الوقت الحالي بيتم يعني نشر أخبار غير صحيحة بالمرة على النادي الأهلي، وفي نفس الوقت يعني مش هيعرفوا، يعني هم مش هيعرفوا يسعوا إلى ما يسعون إليه، وهو تشتيت تركيز الفريق الأول في بطولة الدوري العام. ايضا جمهور الاهلي وان هو يبقى منقسم، او ان هو بقى يبدا يفكر ويقول طب الاخبار دي صحيحه ولا مش صحيحه، طب اداره الاهلي بتفكر ليه كده، طيب ليه الصحفيين او ليه الاعلاميين او ليه النقاد بيقولوا الكلام ده كله. احنا هنا دورنا في قناه النادي الاهلي ان احنا دايما بنتكلم على معلومه صح 100%. احنا هنا بنقول اللي يخص النادي الاهلي ده فقط ما يعنينا في المرتبه الاولى، والمرتبة الأولى تعني إن إحنا أي خبر بيخص النادي الأهلي هنا من حقنا إن إحنا ننفيه أو نقول الخبر ده صحيح وبيكون من مصادر أكيد جوه النادي الأهلي. إحنا مش بنطلع نقول حاجة من دماغنا أو مش بنطلع نقول حاجة من اجتهاد شخصي، كلنا هنا مع منظومة كبيرة في النادي الأهلي، بنكون كلنا منظومة كبيرة. أي حد بيشتغل في النادي الأهلي لازم يكون عنده نظام وسيستم، عارفين بنقول إيه في الوقت المناسب، وفي الوقت الغير المناسب ما بنتكلمش. لكن الوقت ده وقت مهم جدا، قبل مباراة مهمة جدا هتكون يوم السبت أمام فريق سموحة، فريق محترم، فريق قوي، فريق يعني يسعى إلى
حصد اي نقطه امام النادي الاهلي علشان يعني يحسن موقفه في بطوله الدوري المصري الممتاز مع الكابتن حسام حسن مدير فني اكيد كبير ومدرب قدير، وبالتالي هتكون مباراه مش سهله. نفس الشيء مباراه سموحه او سموحه بالنسبه للنادي الاهلي مش هيكون منافس سهل ابدا. النادي الاهلي بيسعى الى تاكيد الصداره والاقتراب اكثر فاكثر من لقب بطوله الدوري المصري الممتاز. لكن زي ما بقول لحضراتكم انا ليه بقول كل الكلام ده، امبارح قرينا خبر ان يعني خاص بمدير فني مستر هيرفي رينارد المدير الفني الحالي لمنتخب المغرب ولكيب الفرنسية، كتبت رسميا هيجي قدام حضراتكم حالا على الشاشة ان لكيب قالت ان هيرفي رينارد مدير الفني لمنتخب المغرب هتكون اخر بطولة لي مع منتخب المغرب في بطولة الامم الافريقية اللي هتقام في مصر فقط لا غير. تاني هقول لحضراتكم لكيب الفرنسية كتبت ايه. كتبت ان هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب اخر بطوله رسميه واخر بطوله هيكون ليه ارتباط بمنتخب المغرب هتكون بطوله الامم الافريقيه الكان 2019 واللي هتقام في مصر فقط لا غير. لكن كلنا امبارح اتفاجئنا وشفنا ان الخبر انتشر بطريقه غريبه جدا وبدا يتم تداوله بالشكل اللي هقول لحضراتكم عليه، ان هيرفي رينارد يقترب من تدريب النادي الاهلي خلفا لمارتن لاسارتي بدايه من الموسم المقبل. طيب اولا لكيب الفرنسيه ما كتبتش اي علاقه بالنادي الاهلي او بمصر علشان البعض فسر الكلام على انه هيرفي رينارد هيبقى موجود بعد الامم الافريقيه في مصر، فعلشان كده تم يعني كتابه الخبر بالشكل اللي بقول لحضراتكم عليه. النادي الاهلي دايما عمره ما بيفاوض مدير فني في وسط الموسم او قبل الموسم ما ينتهي. النادي الاهلي دايما بيدي سبورت كبير جدا للمدير الفني والجهاز الفني اللي موجود. هقول لكم على حاجه بسيطه جدا، بعد مستر كارتيرون لما كان موجود وبعد ما يعني تم انتهاء او انهاء التعاقد ما بينه وبين النادي الاهلي، النادي الاهلي فكر بعد كده بالتفاوض والتعاقد مع مدرب جديد. النادي الاهلي كلنا اتفاجئنا ان مستر مارتن لاسارتي موجود في القاهرة علشان يكون المدرب أو المدير الفني للنادي الأهلي، وأنا قلت لحضراتكم أنا اللي كنت موجود وقلت لحضراتكم الخبر ده بعد ما تم الإعلان عنه في الموقع الرسمي للنادي الأهلي، مش بنقول حاجة قبل ما الموقع الرسمي يقولها أو على لسان أحد المسؤولين في النادي الأهلي، عشان كده بقول لحضراتكم إحنا منظومة كبيرة جدا ماشية بنظام وماشية بسيستم ودايما بيكون عندنا يعني مصداقية في كل الكلام اللي بيتقال، ودورنا في قناة الأهلي إن إحنا ندافع ونتكلم بالشكل الصحيح واللي بيليق للنادي الاهلي. لكن زي ما بقول لحضراتكم لا صحه تماما 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 من تفاوض النادي الاهلي مع هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب. بعض من الزملاء الصحفيين والاعلاميين بعد ما كتبوا الخبر في منهم اعتذر وقال الخبر غير صحيح. قدام حضراتكم دلوقتي الخبر بيتكلم على هيرفي رينارد، هو مكتوب باللغه الفرنسيه لكن فيما معناه ان هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب هتكون اخر بطوله لي مع منتخب المغرب بعد الكاس الامم الافريقيه في مصر، ويا ترى ايه وجهته المقبله. لكن ما كتبتش وجهته المقبله هتكون مصر، ولا كتبت وجهته المقبله هتكون النادي الاهلي. واحتراما لجهاز فني موجود بقياده مستر مارتين لاسارتي، النادي الاهلي بيحترم اي مدير فني يكون موجود فيه. النادي الاهلي دايما لما بيجي بيحاسب مدير فني بيحاسبه بنهايه الموسم، عمرنا ما تعودنا على النادي الاهلي انه بيحاسب مدير فني في وسط الموسم او في وسط البطوله، وبالتالي مش من سمات النادي الاهلي. جمهور الاهلي الجدع، جمهور الاهلي المحترم، جمهور الاهلي اللي عارف قيمه النادي الاهلي، عارف ان كل ده موجود بسبب تشتيت ذهن الفريق في المباراه القادمه. زيه زي احمد فتحي. لكن قبل ما اروح لاحمد فتحي عايز اقول لحضراتكم ويعني خبر عايز اربطه باداره النادي الاهلي، وخبر عايز اربطه لحضراتكم ان النادي الاهلي دايما بيحاسب بنهايه الموسم مش بالقطعه. عمرنا ما شفنا النادي الاهلي بيحاسب المدير الفني او جهاز كره القدم او لاعبي كره القدم في نص الموسم.
النادي الاهلي عنده سيستم كلنا ماشيين عليه، اتولدنا لقيناه كلنا ماشيين عليه من اول واحد كان موجود لحد اخر واحد هيكون موجود في النادي الاهلي. لكن النادي الاهلي النهارده كان في اجتماع مهم جدا جمع ما بين الكابتن محمود الخطيب والكابتن خالد بيبو مدير الاكاديميات بعد انتهاء موسم الاكاديميات. وركزوا حضراتكم، انا اقصد اقول كده ان طيب ماشي، مباراة ليفربول وبرشلونة حاليا دلوقتي بتقام، والمباراة النتيجة كام بالظبط عشان بس اكون معاكم؟ طيب هيقولوا لي النتيجة دلوقتي، ما بيقولوا لي ان في جديد في نتيجة مباراة ليفربول وبرشلونة. لكن دلوقتي زي ما بقول لحضراتكم كان في اجتماع ما بين الكابتن الكابتن محمود الخطيب والكابتن خالد بيبو مدير الاكاديميات، وقلت لحضراتكم ان الاجتماع كان بعد نهاية موسم الاكاديميات. ليه؟ علشان الكابتن خطيب يناقش الكابتن خالد بيبو في الخطة القادمة للموسم القادم لتطوير قاعدة أكاديميات النادي الأهلي في كل فروع مصر. وبالتالي زي ما بقول لحضراتكم الحساب أو الاجتماع جه بعد نهاية الموسم الخاص بالأكاديميات. زيه زي الكابتن فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين من النادي الأهلي هيكون في اجتماع مع الكابتن فتحي مبروك بعد انتهاء موسم الناشئين وموسم الشباب للنادي الأهلي في مختلف البطولات، سواء بطولات الجمهورية أو القطاعات أو المناطق. وبالتالي هيكون في اجتماع علشان يتم مناقشة الخطة المستقبلية ما بين تطوير وما بين بنية تحتية وما بين تعاقدات جديدة وما بين إبرام تعاقدات تشكيل أجهزة فنية. كل ده هيكون موجود في الجلسة اللي هتجمع ما بين الكابتن محمود الخطيب والكابتن فتحي مبروك. فعشان كده بقول لحضراتكم ليه، علشان النادي الأهلي بعرف حضراتكم إن هم أو إحنا النادي الأهلي ما بنحبش نتعامل أو مش بنتعامل بالقطعة، بنتعامل بالموسم، بنتعامل بعد ما نخلص كل اللي مطلوب مننا بنبدأ نتحاسب أنت عليك إيه وأنا ليا إيه. وده اللي أنا عايز أربط بيه لحضراتكم لموضوع أحمد فتحي واللي قلت لحضراتكم عليه في طبعًا يعني من ضمن المواضيع المهمة جدًا اللي هنتكلم عليها. لكن مباراة ليفربول وبرشلونة عايز أقول لحضراتكم إن 3-0 ليه فريق ليفربول، وبالتالي المباراة يعني في الدقيقة 57 من عمر المباراة، وكده في مجموعة لقائين 3-3 ما بين برشلونة وليفربول. طبعا فاينالدوم جاب هدفين في دقيقتين، في الدقيقة 54 والدقيقة 56 بعد الهدف اللي أوريجي جابه في بداية المباراة في الدقيقة 7. واضح ان برشلونة عندهم مشكلة كبيرة جدا من آخر مباراة لعبوا فيها في دور الثمانية أمام نادي روما، واللي كانوا كسبانين فيها 4-1 وروما قدر يفوز عليهم في ملعب الأولمبيكو 3-0. واضح إن في استهتار كبير من نادي برشلونة، واضح إن برشلونة عندهم مشكلة لما بيكونوا كسبانين في المباراة الأولى مش بيعرفوا يلموا نفسهم في المباراة الثانية. لكن لسه المباراة ما انتهتش، بنتكلم في حوالي أكتر من 33 دقيقة أو 32 دقيقة، واللي هيكون من خلالها الحسم. تخيل حضراتكم إن ليفربول بيلعب من غير محمد صلاح، بيلعب من غير فيرمينيو، متفوق على فريق برشلونه بثلاث اهداف مقابل شيء. يعني احنا اكيد بنتمنى اولا الفوز لفريق ليفربول في الدوري الانجليزي عشان عنده جوله صعبه جدا، وايضا في بطوله دوري الابطال عشان نجمنا المصري الكبير محمد صلاح. لكن موضوع احمد فتحي واللي عايز اتكلم مع حضراتكم عليه، معلش انا اسف ان انا باخد حضراتكم من موضوع لموضوع، لكن المباراه سخنه جدا، مباراه ليفربول، وبالتالي لازم اقطع واروح لحضراتكم واقول لكم اخر المستجدات اللي موجوده في المباراه. أحمد فتحي النهاردة كلنا قرينا على السوشيال ميديا، قرينا على المواقع الرياضية، وبعض الزملاء الإعلاميين والصحفيين كتبوا أن النادي الأهلي يفاوض أحمد فتحي للتجديد بمبلغ كذا كذا كذا. طيب أولا أحمد فتحي مجدد من الموسم أو من بداية الموسم الحالي، العقد مدته سنتين، يعني أحمد فتحي عقده بينتهي في نهاية الموسم القادم وليس نهاية الموسم الحالي. يعني إحنا لسه بنتكلم على أحمد فتحي قدامه نهاية الموسم الحالي والموسم القادم، وبالتالي كل الكلام ده عاري تماما من الصحة. أحمد فتحي هو لاعب النادي الأهلي، أحمد فتحي هيختم حياته في النادي الأهلي، أحمد فتحي عارف إن كل الكلام ده بيثار لأسباب كلنا عارفينها. تاني هقول لحضراتكم أي خبر بيتم كتابته بشكل مفبرك، بشكل علشان يزعزع الاستقرار ويزعزع كل الأمور الخاصة بالنادي الأهلي، جمهور الأهلي واعي، جمهور الأهلي كبير، جمهور الأهلي مش هيعرف إنه ينساق وراء الإشاعات. جمهور النادي الأهلي علشان لو حضراتكم أو لو أصحاب الأخبار اللي بتتكتب عايزين إن هم يعني يعملوا ترافيك على المواقع أو يعني يبقى في شير على الفيسبوك من صفحات معينة علشان خاطر ياخدوا
نسبة شير عالية، الكلام ده مش هيحصل. جمهور الأهلي أصلا لما بيلاقي خبر زي ده مش بيخش عليه، مش بيقراه. يعني مع احترامي لحضراتكم ومع احترامي لكل السادة المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا واللي بيتابعونا واللي هيتابعونا في الإعادة واللي يتابعونا من خلال السوشيال ميديا، الأخبار اللي بتتقال مش من خلال الموقع الرسمي للنادي الأهلي أو مش من خلال قناة النادي الأهلي كلها أخبار عارية تماما من الصحة، أخبار الهدف الرئيسي منها هو زعزعة الاستقرار للنادي الأهلي، علشان النادي الأهلي بقى المركز الأول، النادي الأهلي قرب من بطولة الدوري العام. يعني أكيد المنافسة شيء محترم جدا، لكن المنافسه جوه الملعب هي دي اللي احنا كلنا بنسعى ليها. لكن المنافسه خارج الملعب والمنافسه في الاخبار والمنافسه في ان احنا نحاول يعني نعمل فتنه ما بين اللعيبه وبين الاداره وبين الجمهور وما بين علشان الجمهور يطلع يقول احمد فتحي مش عايز يجدد الاهلي، احمد فتحي مش عايز يكون موجود في النادي الاهلي، احمد فتحي اهلاوي جدا، احمد فتحي محب للنادي الاهلي، احمد فتحي يعني عارفين هو جدد للاهلي، احمد فتحي دايما ما بيتكلمش في اي امور ماديه، احمد فتحي النادي الاهلي بيقدره بشكل كويس جدا، واللي هيطلع يقول ان احمد فتحي قال وقال واتشرط وقال كل الكلام ده، اللي يقول احنا عارفين الاخبار دي مصادرها جايه منين، وكلنا عارفين مين اللي بيسرب الاخبار ومين اللي بيحاول زعزعه الاستقرار في النادي الاهلي. مع كامل الاحترام، احنا لما بنتكلم وبننتقد بننتقد بادب، بننتقد دايما بحب، عمرنا ما هنتكلم على حد بطريقه مش كويسه، ولا عمرنا هنخبط في حد بطريقه لا تليق باسم النادي الاهلي. النادي الاهلي معلمنا ان احنا نكون عندنا اخلاق وادب، مش بس في الملعب او مش في المنافسات كره القدم، لا ده في كل شيء احنا مرتبطين بيه بالنادي الاهلي. فمع كامل الاحترام للكل، احنا عارفين الاخبار دي كلها مصادرها ايه، وعارفين الهدف من وراء الاخبار علشان الفتن اللي هتكون موجوده خلال الفتره اللي جايه، عشان جمهور الاهلي ينقسم، عشان لعيبه تنقسم، علشان خاطر الاداره، علشان علشان علشان. لكن احنا كلنا منظومه واحده، ايد واحده، عائله الاهلي اللي لا يمكن حد ابدا يعرف يفرق ما بينها، اللي ما حدش هيعرف ابدا ان هو يثير فتن ولا حتى يقول اي اخبار يعني واهية ما لهاش اي اساس من الصحه، مش موجوده اصلا، لكن كلها بهدف زعزعه الاستقرار. اخيرا من ضمن المواضيع اللي كنت عايز اتكلم عليها واللي عايز برضو يعني انا هتكلم مع جمهور الاسماعيلي ومع فريق الاسماعيلي او على فريق الاسماعيلي. نادي الاسماعيلي واحد من اكبر الانديه المصريه الموجوده في مصر، ويوجد علاقه طيبه ما بين النادي الاهلي ونادي الاسماعيلي، وكلنا شفنا النادي الاهلي لما بيعوز يتعاقد مع لعيبه من نادي الاسماعيلي دايما بيخبط على باب الاداره ويقول لهم لو سمحتم انا عايز اتعاقد مع فلان الفلاني، زي ما حصل مع لعيبه قبل كده، زي ما حصل مع الكابتن عماد النحاس، مع الكابتن اسلام الشاطر، حتى لو راح نادي قبل ما ينتقل الى النادي الاهلي. لكن انا بتكلم على لعيبه لعبت في نادي الاسماعيلي، زي الكابتن شريف عبد الفضيل، زي الكابتن محمد بركات لكنه احترف في الخليج وانتقل للاهلي من خلال الخليج، الكابتن خالد بيبو، في لعيبه كتيره قوي انتقلت الى النادي الاهلي من خلال الاسماعيلي مباشره. لكن انا بقول لحضراتكم اللعيبه بشكل عام اللي كانت بتلعب في نادي الاسماعيلي. لكن كلنا اتفاجئنا ان النادي الاهلي بيحاول ان هو يتعاقد مع لعيبه، وان هو بيكلم لعيبه دايركت علشان يتعاقد معهم من صفوف نادي الاسماعيلي. طيب انت دلوقتي مدير فني ومعرفتش تعمل حاجه، احمد فتحي ومش عارف تعمل حاجه، طيب عايز تعمل ايه؟ عايز تخش على الاسماعيلي وتعمل وقيعه او تعمل فتنه بين الاهلي والاسماعيلي؟ مش هيحصل. نادي الاهلي والاسماعيلي نادي كبار جدا، نادي الاسماعيلي عارف وجمهور الاسماعيلي عارف ان الاهلي لما بيكون عايز لعيب من الاسماعيلي بيخبط على الباب ويقول لهم انا عايز لعيب، ونادي الاسماعيلي لما بيكون عايز لعيب من النادي الاهلي بيخبط على الاهلي ويقول لهم انا عايز لعيب فلان. وبالتالي زي ما بقول لحضراتكم صعب جدا 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 ان يحصل فتنه ووقيعه ما بين الاهلي او اي جمهور في مصر. النادي الاهلي واضح وصريح، لا بيلف ولا بيدور، النادي الاهلي موقفه واضح جدا جدا جدا. النادي الاهلي نادي كبير، نادي محترم، نادي يحترم عقود اللعيبه الاخرى، نادي الاهلي نادي يحترم الانديه ورؤساء الانديه وتعاقدات الانديه. النادي الاهلي لو يعني لو بنتكلم اكيد اي حد يعني يتمنى ان هو ينضم للنادي الاهلي، لكن النادي الاهلي لما بيكون عايز يتعاقد مع لعيب بيكون في النور، بيكون بصفه رسميه، بيكون بصفه تكبر من النادي الاهلي وتكبر من النادي الاخر وتكبر من اللاعب. النادي الاهلي لما بيجي يشتري بيشتري لعيب مقوماته الفنيه والاخلاقيه تتناسب مع قيمته الكبيره جدا جدا. فدول كانوا ثلاث مواضيع زي ما بقول لحضراتكم كانوا مهمين جدا. مفيش مدير فني خالص حاليا في الفتره الحاليه. النادي الاهلي بعد نهايه الموسم الله اعلم ايه اللي ممكن يحصل من خلال مجلس الاداره، من خلال اعضاء مجلس الاداره كابتن محمود الخطيب المسؤول الاول والاخير عن لعبه كره القدم في النادي الاهلي، بما انه يعني هي دي مهمته او هو ده الشيء المكلف بيه،
بجانب اشياء ثانيه اخرى، لكن بتكلم على كره القدم اللي انا بتكلم عليها. مفيش مدير فني، النادي الاهلي لا يتعامل ابدا بالقطع، يتعامل بالموسم. والنادي الاهلي واحمد فتحي، احمد فتحي عقده هينتهي في الموسم القادم، واحمد فتحي مجدد سنتين للنادي الاهلي. احمد فتحي مش بيتكلم في فلوس، احمد فتحي مش بيتكلم ان هو عايز يمشي من النادي الاهلي. احمد فتحي زي ما بقول لحضراتكم هيختم حياته في النادي الاهلي، ايا كان ايه اللي هيتقال، ايا كان ايه اللي هيكتب، ايا كان ايا كان، احنا عارفين كل حاجه مصادرها فين، وخلي اللي يتكلم يتكلم. احنا زي ما بقول لحضراتكم احنا بنتكلم وقت ما نكون عايزين نتكلم، وقت ما نكون عايزين نوضح شيء للراي العام ولا جمهور الاهلي اللي هو الجدع المحترم اللي بيحب النادي الاهلي، دايما هيقف على قلب رجل واحد وايده في ايد بعض علشان خاطر نتوج بالبطوله رقم 41 ان شاء الله في بطوله الدوري العام. وايضا جمهور الاسماعيلي ونادي الاسماعيلي ابدا مش هيحصل اثاره فتنه ما بين الجمهور الاهلي والجمهور الاسماعيلي علشان خاطر ناخد بقى لعيبه ونتبادل لعيبه مع بعض والكلام ده كله. الكلام ده عاري تماما من الصحه، ناس بتكون عايزه تعمل فتنه، ناس بتكون عايزه تاخد ترافيك، والناس تخش على الخبر يعني يجيبوا ترافيك او يجيبوا نسب قراءه كثيره جدا. ونفس الوقت الفيسبوك بقى والشيرنج والاعلانات والبوستنج بتاعت البوست والحاجات اللي انا عارفينها دي، لكن زي ما بقول لحضراتكم كل ده عاري تماما من الصحه، ومفيش حاجه من الكلام اللي بتتقال دي خالص موجوده. زي ما بقول لحضراتكم احنا هنا دورنا ان احنا نتكلم او ننفي او ناكد الاخبار اللي بيتم تداولها. ترجع تاني لمباراه ليفربول وبرشلونه دقيقه 67 و3-0 لصالح نادي ليفربول في ملعب الانفيلد، والمباراه مشتعله. طبعا المباراه مشتعله، اللي مش بيتابع المباراه وقاعد بيتفرج عليا هكون معاك واقول لحضرتك او هقول لحضراتكم او حضرتك الاخبار الخاصه بالمباراه اول باول، والنتيجه هتكون معانا اول باول. طيب يلا بينا نروح بقى للاخبار، واولى الاخبار اللي موجوده معانا ان النادي الاهلي يستأنف مرانو اليوم استعدادا لمواجهه نادي سموحه يوم السبت في بطوله الدوري الممتاز. النادي الاهلي حاليا في الساعه 10 التمرين بدا، والنادي الاهلي بيستعد لمباراه يوم السبت، خلاص ناقص 3 ايام للمباراه، بالتالي يعني مباراه هتكون مهمه زي ما بقول لحضراتكم. طبعا مباراه في الاسبوع ال 32، وكان طبعا المقرر اقامتها او المقرر اقامتها يوم 11 مايو، هيكون يوم السبت. النادي الاهلي كان عنده راحه اول يوم رمضان، او كان عنده راحه اسف بعد مباراه النجوم، وبعد كده بيستأنف تدريباته وطبعا مكمله لحد مباراه يوم السبت. النهارده اولى التدريبات المسائيه الساعه 10 بالليل، والنادي الاهلي متفوق على بطوله الدوري المصري الممتاز برصيد 67 نقطة. وأكيد كان في اجتماع قبل التمرين، مستر مارتن لاسارتي بيكون حريص على إنه يتكلم مع اللعيبة، على إنه يتكلم أيضا بالجهاز أو يجتمع مع الجهاز الفني، ويكون في كلام بيحفز بيه لعيبة النادي الأهلي قبل مباراة اليوم. دي أحد التدريبات الصباحية قبل بداية شهر رمضان، واللي بيكون ليه سيستم خاص. على فكرة يا جماعة شهر رمضان ده بيكون ليه كل حاجة مختلفة، المعسكر بيكون شكل مختلف، التغذية بتكون شكلها مختلف، التدريبات بيكون شكلها مختلف. أكيد طبعا بنتكلم في وقت زمني قصير جدا ما بين الفطار، علشان اللاعب يفطر الساعة 6:30 أو 7:15 وبعديها يتمرن الساعة 10. بنتكلم على الثلاث ساعات الفارق ما بين الفطار وما بين التمرين، بيكون لازم اكل يكون بطريقه معينه علشان يعرف يتهضم صح، وفي نفس الوقت بقى ما يقابلش مشكله او يقابل عسر هضم موجود في التدريبات يعمل له مشكله ايضا خلال التدريبات او حتى خلال الماتش اللي هيكون في شهر رمضان. النادي الاهلي عنده 3 ماتشات على ما اعتقد في رمضان، وبالتالي لازم يكون في نظام تغذيه جيد جدا. طبعا الحلويات بقى والسكريات العاليه جدا اللعيب بيبدا ان هو يبعد عنها تدريجيا، وبيكون في موازنه ومعادله في النظام الغذائي، وكمان في الوحده التدريبيه وفي النوم. النوم دايما بيكون يعني الساعه 10 زي ما حضراتكم شايفين التدريب بيخلص على 11:30 12، الوقت بيكون قصير جدا علشان اللاعب يتسحر، بعديها بيكون في نوم. بيصحى امتى، بيتمرن امتى، بيستعد للتدريبات امتى، كل ده بيكون طبعا الجهاز الفني كاتبه بالورقه وبالقلم. ما فيش حاجه بتكون متسابه للصدفه، ما فيش حاجه بتكون متسابه يعني كده وخلاص، لكن كل حاجه محسوبه زي ما بقول لحضراتكم بالورقه وبالقلم. كملين معاكم الاخبار، والخبر الثاني زي ما بقول لحضراتكم على فكره انا ايه يعني انا اتكلمت فيه قبل ما اروح ليه، لكن هو خبر هناخده بالتفصيل، ان برنامج غذائي خاص للاعبي الاهلي في رمضان. ان طبعا الاستاذ هاني وهبه استشاري التغذيه
بالنادي الأهلي أنه بيعد برنامج غذائي خاص باللاعبين خلال شهر رمضان علشان يبدأوا فيه تنفيذه، وده للحفاظ على المعدل البدني طوال فترة الصيام، مش بس المعدل البدني ده، كمان عشان يحافظ على وزن اللعيبة، وكمان علشان يحافظ بكل الأمور العضلية للاعب كرة القدم. لاعب كرة القدم بيعتمد اعتماد كلي على العضل، العضل بشكل عام، عضل الرجل، عضل الإيد، وبالتالي بعض الأكلات بتريح أو بتعمل ريلاكسيشن للجهاز طبعا الذهني وأيضا الجهاز العصبي والعضل اللي موجود في الجسم بشكل عام. طيب، كابتن سامي قمصان في تصريح لي الأداء تحسن كثيرا ونعمل على علاج سلبية الفرص الضائعة. كابتن سامي قمصان المدرب المساعد للجهاز الفني لكرة القدم بالنادي الأهلي قال إن كل المباريات اللي بياخدها الفريق في بطولة الدوري كلها صعبة، والجهاز الفني يتعامل مع مباراة سموحة اللي هتكون يوم السبت 11 مايو على إنها الأصعب في مشوار الفريق. كل مباراة هتكون صعبة، مش الأصعب في كل المباريات، لكن هي صعبة في زي كل مباراة هتكون جاية للنادي الأهلي علشان يحسم لقب بطولة الدوري. وكابتن سامي قال أيضا إن النادي الأهلي بياخد ماتشات صعبة جدا، ولكن في نفس الوقت طبعا النادي الأهلي هو صاحب القرار في فرض يعني فوزه بلقب الدوري، أو حتى في فرض فوزه في المباراة. النادي الأهلي دايما هو اللي بيتحكم في رتم المباراة، بيتحكم في الأمور الفنية، النادي الأهلي هو اللي بيفرض أسلوبه وسيطرته على جميع المنافسين مع كامل الاحترام ليهم كلهم. وقال إن الفوز في المباريات هو اللي بيؤكد تفوق النادي الأهلي والتتويج بلقب البطولة، بما إن البطولة هي المحببة لجمهور الأهلي، والبطولة رقم 41 اللي إن شاء الله النادي الأهلي هيتوج بيها على خير. وقال كابتن سامي قمصان ان مستر مارتن لاساتي دايما بيركز في كلامه وتحضيراته للمباريات على عامل التركيز، وان الفتره الاخيره شهدت تحسن كبير في الاداء وفي النتائج رغم الفرص الضايعه اللي دايما الجهاز الفني بيشتغل عليها، وبيحاول ان هو ينمي مهارات وينمي يعني ازاي المهاجمين يتعاملوا مع الفرص بشكل أفضل مما كانوا يتعاملوا عليه خلال الفترات القادمة. شفنا رمضان صبحي بيسدد، رمضان صبحي بيسجل أهداف، شفنا وليد أزارو بدأ أن هو يعود إلى التهديف حتى لو في بعض الفرص المهدرة، لكن معلش بدان بيجيب خلاص ممكن يضيع، لكن احنا عارفين أن جمهور الأهلي هيقول أن ممكن مباراة تخلص مثلا 1-0 يكون فرصة لأزارو يضيعها، ومباراة تخلص 1-1 فليه من الاول نتعب نفسنا ونحط نفسنا تحت ضغط والقصص دي كلها. لكن كل ده الجهاز الفني بيحس بيه جدا، ودايما بيكون يعني عارف هو بيعمل ايه. طبعا كمان كابتن سامي قمصان قال ان الجهاز اللي عنده ثقه كبيره جدا في مهاجمين الفريق سواء مروان محسن او صلاح محسن او جونيور اجايي او وليد ازارو، واللي دايما بيعتبره المدرب المساعد من المهاجمين الكبار. كابتن سامي قمصان طبعا بيصنف وليد ازارو من المهاجمين الكبار، وانه اي فريق بينتمي وجوده او بيتمنى وجوده وانه في اوقات كتيره جدا ساعد الفريق من خلال التسجيل او صناعه الفرص على مدار الموسم، وان كل اللعيبه بلا استثناء مصدر ثقه للجهاز. وعلى الفرص الضايعه بقى نفسها قال ان طبعا اكيد في فرص ضايعه، لكن ما ينفعش ان احنا نصدرها كازمه، وطبعا خاصه ان الفريق بيسجل في كل مباراه، وان الفريق بيحصل على ما يريده الثلاث نقاط. طبعا زي ما احنا عارفين الفتره الاخيره احنا محتاجين النقاط. هتقولي الاداء، هقول لك ماشي، بس الثلاث نقاط الاول وبعد كده الاداء في موسم صعب، في موسم استثنائي، في موسم طويل جدا جدا جدا، في موسم بيتلاحم مع البطولات الافريقيه والبطولات المحليه، وان الاهلي كان عنده كل ثلاث ايام ماتش، وبالتالي ما دام الثلاث نقاط النادي الاهلي بيحققهم فدي شيء مطلوب. طيب نروح لخبر الاخر او خبر ثاني موجود معانا، فحص طبي لأحمد الشيخ على هامش مران اليوم. أحمد الشيخ واحد من اللعيبة الأكيد الكبار جدا المهمين جدا، وأيضا هو أحد المواهب اللي موجودة في النادي الأهلي، أن أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول بيخضع لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق اليوم للتأكد من تعافيه من نزلة البرد. كلنا عندنا نزلة برد، كلنا عندنا في تغيير الجو من الشتاء للصيف يعني بيحصل بعض الإصابات بالبرد اللي بتأثر على لاعبي كرة القدم، يعني دايما بيكون نزلات البرد بيكون شديدة جدا على لاعب كرة القدم علشان هي دي اللي بتهده، يعني الإصابة العضلية أمرها سهل شوية، لكن البرد لما لاعب كرة القدم بيصاب بالبرد الموضوع بيبقى صعب جدا، لا بيعرف يتنفس ولا بيعرف يجري ولا بيعرف يعمل أي حاجة خالص ليها علاقة
برياضة. طبعا بعد ما طبعا تم فحص أحمد الشيخ واتأكدوا أنه هل هو جاهز للمشاركة مع الفريق في المران ويتم تجهيزه للمرحلة المقبلة. وكان أحمد الشيخ اشتكى من نزل البرد بعدته عن المشاركة في مران الغائبين عن مباراة النجوم الأخيرة. واليوم المفروض النهاردة هيتحدد يعني الحالة الطبية لأحمد الشيخ سواء بالتدريب أو يكون موجود مع الفريق في المباراة القادمة وهي مباراة سموحة. الأمر متروك في الأول وفي الآخر للجهاز الفني. طيب مروان محسن جاهز للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من رشح الركبة. مروان محسن واحد أكيد من المهاجمين المميزين جدا اللي كان عنده سوء حظ وسوء توفيق خلال الفترة الأخيرة مع النادي الأهلي، لكن بيعود مباراة بعد مباراة بينجح أنه يعود مرة أخرى إلى التهديف وبيعود مرة أخرى إلى الحالة اللي كان موجود عليها قبل ما يتصاب مع منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا واللي كانت مقامة في الجابون. وبالتالي مروان محسن ان الجهاز الفني بيطمئن على حاله مروان مهاجم الفريق بعد مشاركته اخيرا في التدريبات وتعافيه من رشح الركبه اللي كان بيتعرض ليه الفتره الماضيه وبعدته عن المشاركه مع الفريق في المباريات الرسميه. بيسعى الجهاز الفني ان هو يحضر مروان محسن للمرحله المقبله علشان يجهز كل الكروت وكل اللاعبين وكل الصفوف طبعا اللي ما كانتش موجوده خلال الفتره اللي جايه واللي اكيد دورها هيكون مهم جدا جدا خلال اللقاءات المقبله عشان النادي الاهلي زي ما اقول لحضراتكم يحسم لقب بطوله الدوري النصفي الممتاز للمره رقم 41 في تاريخه وهي البطوله المحببه زيها زي البطوله الافريقيه. طيب نروح لمداخله من التدريب و مع الزميل العزيز عمر عبد الحفيظ علشان نعرف منه اخر الاخبار الخاصه بتدريبات النادي الاهلي تاني مع الناقد الرياضي الاستاذ عمر عبد الحفيظ. استاذ عمر برحب بحضرتك. اهلا بيك كابتن عمر واهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. ربنا يخليك كابتن عمر. طبعا عايز اعرف من حضرتك بقى تقول لي التدريب بدا الساعه 10 ايه اخر التدريبات اخر الاستعدادات لمباراه يوم السبت امام نادي سموحه وهل في اخبار عن المصابين؟ هل مروان محسن بدا يشارك او ممكن يخش؟ هل احمد الشيخ ونزله البرد اللي كانت موجوده عنه هل بدا يشارك؟ تمام كابتن عمر، يمكن انا عارف ان انت طبعا اكيد دلوقتي قاعد مهتم بماتش برشلونه، ماتش برشلونه وليفربول زيك زيه برضه اعضاء النهلي اللي موجودين هنا، وبرضه اللعيبه كان في البدايه خالص يعني قبل ما ينزلوا التمرين برضه اكيد كان في اهتمام بالماتش ده وفي تفاعل كبير. وانا بكلمك حاليا بين اعضاء النادي الاهلي في هدف تقريبا اتسجل دلوقتي، انا بكلمك مش شايف يعني حاجه بس انا شايف في تفاعل كبير. 4-0 ليفربول احرز الهدف الرابع و 4-0 حاليا لليفربول دلوقتي حالا. بالظبط في تفاعل كبير جدا هنا من اعضاء النادي الاهلي اللي قاعدين يعني حوالين الشاشات هنا بيتابعوا الماتش. طبعا استعدادات النادي الاهلي، يمكن النهارده الاهلي بدا تدريباته امبارح، كان واخد راحه مستر رسارتي جاهم راحه 24 ساعه بعد ماتش النجوم. بدا النهارده الاستعداد بتاعته لماتش سموحه. بدا في البدايه خالص مستر رسارتي بمحاضره مع اللعيبه، يمكن محاضره مطوله شويه اتكلم فيها. طبعا هو بيحاول من خلال المحاضرات بتاعته يعني بياكد على حاجه اللي هو عامل التركيز رقم واحد بالنسبه له، ان انت تستمر في معدل التركيز بتاعك، ان كل ماتش اللي جاي هو ده الماتش الاهم بالنسبه للنادي الاهلي، وده اللي بياكد عليه الجهاز الفني في محاضراته، بياكد عليه في تصريحاته كابتن سعد حفيظ كمستر لاسارتي، اي حد من الجهاز الفني بياكد على ان اي ماتش جاي هو ده الماتش الاهم بالنسبه للنادي. يمكن بعد المحاضره المجموعه اللعيبه الاساسيه بداوا التدريبات بتاعتهم اللي هي الاستشفائيه الخفيفه خالص عشان التخلص من الاجهاد العضلي. بعدين كان في تمرين لباقي اللاعبين حاليا دلوقتي، يعني هم بيعملوا عملوا تدريبات بدنيه تحت اشراف اليخاندرو بخط الاحمال. بعدين طبعا هيكون في تقسيمه والتمرين دلوقتي شغاله، واكيد هيكون في تقسيمه بتاع المجموعه الاساسيه مستر سارتي يعني هيشتغل فيها على الجانب الخططي اللي هو هيحاول ينفذه يعني في الماتش بتاع سموحه. بالنسبه للغيابات اللي هو المجموعه اللي كانت غايبه الفتره اللي فاتت او اللي ما كانوش موجودين على وجه التحديد في الماتش في ماتش النجوم، موجود كابتن مروان بيشارك في التدريبات بصوره طبيعيه، ويمكن كابتن مروان جاهز يعني هو جاهز يعني الجهاز الفني بياكد ان هو جاهز كناحيه بدنيه جاهز كناحيه بدنيه وكده للمشاركه في المرحله اللي جايه. موجود برضو اسلام محارب معاك كابتن عمر؟ معايا اتفضل مع حضرتك مع حضرتك. تمام موجود اسلام محارب موجود في التدريبات، موجود ناصر ماهر تمام، يمكن كان في على لطفي بس يعني بيعمل تدريبات تاهيليه
برضه يمكن مؤمن زكريا برضه النهارده برضه بيعمل اللي هي التدريبات بتاعته، وموجود احمد علاء برضه بيوصل تنفيذ اللي هو البرنامج التاهيلي مع كابتن طارق عبد العزيز. يعني دلوقتي اللي هو موجود حاليا دلوقتي كابتن في الملعب. طيب يعني بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ عمر عبد الحفيظ الناقد الرياضي على الامور اللي حضرتك وضحتها وكل ما هو خاص، وايضا الكلام عن المصابين وعن اللعيبه اللي بتستعد علشان ترجع مره تانية الى صفوف النادي الاهلي بعد الاصابات العديده والمتلاحقه اللي تمت في النادي الاهلي. وزي ما اقول لحضراتكم مباراه يوم السبت ان شاء الله هتكون مباراه قويه، مباراه مهمة، ثلاث نقاط مهمين جدا للنادي الأهلي. إن شاء الله نتمنى التوفيق للفريق نادي الأهلي. مكملين معكم آخر الأخبار، والكابتن ياسر رضوان يقترب من تدريب جمهورية شبين. الكابتن ياسر رضوان نجم النادي الأهلي ونجم منتخب مصر، وإنه يقترب أو اقترب مجلس إدارة نادي جمهورية شبين من التعاقد مع الكابتن ياسر رضوان للعودة للقيادة الفريق بدوري القسم الثاني في الموسم المقبل بعد النجاحات اللي حققها مع الفريق مسبقا. المفاوضات طبعا شهدت يعني تقدم ملحوظ خلال الساعات الماضيه، والكابتن ياسر رضوان ابدى موافقته المبدئيه للعوده لقياده الفريق في الموسم المقبل في ظل العلاقه الجيده اللي تربطه بمجلس اداره وجماهير نادي شبين لما كان مديرا فنيا في الموسم اللي قبل الماضي. وفي طبعا سياق مختلف خاص بنادي جمهوريه شبين، ان بدا مجلس الاداره ان هو في خطه تطوير ارضيه استاد الملعب، وتم تغيير أرضية الملعب وأيضا المدرجات وتطويرها بالشكل اللي بيليق باسم النادي. ورغبة المجلس طبعا في أن الملعب يستضيف المباريات كلها الموسم المقبل بدل ملعب الجامعة واللي أرضيته تم استهلاكها بشكل كبير خلال المرحلة الماضية. الخبر الثاني أيضا الخاص بدوري الدرجة الثانية أو الدوري اللي انتهى، وزي ما قلت لحضراتكم هو مهم جدا ان كل الـ يعني الادارات تفكر في الشكل الجديد اللي هيكون خاص بالانديه والتعاقدات سواء الفنيه او سواء الخاصه باللاعبين، وان كابتن احمد ساري مديرا فنيا لنادي دمنهور ان مجلس اداره دمنهور برئاسه الاستاذ ايهاب عبد الله وبالتنسيق ايضا مع لجنه الكره واللي فيها الاستاذ ايهاب عبد الله وصلاح والاستاذ صلاح عقده والاستاذ رؤوف الحوشي والاستاذ عصام عمار والاستاذ احمد القصاص بتعيين الكابتن احمد ساري نجم الاتحاد السكندري السابق والمدير الفني السابق ايضا للاولمبي في منصب المدير الفني للفريق الاول بالموسم القاري الجديد ضمن منافسات دوري القسم الثاني، وطبعا هيتم الاجتماع معاه لاختيار الجهاز المعاون ليه. كابتن احمد ساري طبعا قال ان هو يعني يتمنى ان هو يكون عند حسن ظن جمهور دمنهور ويحقق طموحهم في الصعود لبطوله الدوري الممتاز. كان في كلام ايضا من قبل اداره نادي دمنهور على التعاقد مع كابتن احمد ساري او الكابتن ياسر رضوان، لكن في الاخر تم التعاقد او تم تحديد الكلام على كابتن احمد ساري مديرا فنيا لنادي دمنهور. نادي طنطا يبدا المفاوضات لتجديد عقد اسلام طارق. بدا مجلس اداره نادي طنطا برئاسه المحاسب الاستاذ فايز عريبي في مفاوضات مكثفه مع اسلام طارق حارس مرمى الفريق من اجل تجديد عقد اللاعب واللي بينتهي بنهايه الموسم المقبل. طبعا قرار التجديد جه طبعا من خلال مجلس اداره نادي طنطا في مع كمان اسلام طارق بسبب رغبه المجلس ان هو يكون في تجديد عشان عايز يفرض حاله من الاستقرار وحاله من التركيز داخل الفريق استعدادا لموسم هيكون صعب جدا وهو موسم المقبل اللي طنطا نجح وقدر ان هو يصعد لدوري الممتاز. وطبعا اسلام كان تلقى عروض كتيره جدا لكنه فضل مع مجلس الاداره بالتنسيق وبالترتيب انه يتم تجديد عقده مع نادي طنطا وانه يكون موجود علشان يشكل يركز اكتر مع الفريق. طيب الترسانه يفاوض اكثر من مدرب لخلافه الكابتن فاروق جعفر. كلنا سمعنا الايام الاخيره ان النادي الترسانه استقر على الكابتن فاروق جعفر انه يكون المدير الفني للنادي وانه خلاص تم الاعلان رسميا، لكن بعد كده كلنا سمعنا وشفنا ان الكابتن فاروق جعفر تراجع عن القرار، وبالتالي لسه في مفاوضات مع رئيس نادي الترسانه ومع الكابتن فاروق جعفر، لكن لسه مش عارفين ايه السكه اللي هتروح ليها القياده الفنيه الجديده لنادي الترسانه. في اكتر من مدير فني
هيتم التفاوض معاه او بيتم التفاوض معاه. وطبعا نادي الاهلي نادي كبير جدا، وعدم وجوده في بطوله الدوري الممتاز اكيد شيء يعني محزن جدا. نادي الترسانه نادي كبير، اساطير كتيره جدا واساطير كبيره واسامي كبيره جدا في نادي الشواكيش. نادي الترسانه النادي اللي ليه فعلا جماهير بجد، يعني احنا ممكن نلاقي جمهور للاهلي والزمالك والاسماعيلي، يعني ناس فاكره ان خلاص كده، لا ده في جمهور كمان للشواكيش، هو مؤيد للشواكيش، هو مؤيد للترسانه، ودايما بيكونوا موجودين في الملعب وفي التدريبات وفي المدرجات، وبينتموا الى نادي الترسانه وبينتموا الى القلعه الكبيره اللي خرجت نجوم كتيره جدا جدا، الكابتن الشاذلي والكابتن مصطفى رياض، يعني نجوم كتيره جدا زي ما حضراتكم بتسمعوا عنهم خارجين من نادي الترسانه. وبالتالي كان في كلام ايضا على الكابتن نبيل محمود، على الكابتن حسين عبد اللطيف، والكابتن ياسر رضوان، والكابتن سمير كمونه. دول اربع اسامي يعني هيتم الاختيار ما بينهم على اسم هيكون يعني موجود في الترسانة خلفا للكابتن احمد كشري، واللي لم يحالفه التوفيق في الصعود الى بطولة او الى القسم الممتاز او بطولة الدوري الممتاز. لكن الكابتن فاروق جعفر كلام بيتقال ان يعني في امور ما اتفقوش عليها كابتن فاروق طبعا والاستاذ طارق سعيد رئيس النادي، لكن لسه مش عارفين الامور رايحه على فين بالظبط. طيب مباراه ليفربول وبرشلونه، واللي زي ما قلت لحضراتكم هنتابع فيها معاكم يعني لحظه بلحظه. المباراه حاليا في الدقيقه 87، المباراه 4-0 لصالح نادي ليفربول، وبالنتيجه دي لو انتهت المباراه يصعد نادي ليفربول رسميا الى المباراه النهائيه للعام الثاني على التوالي في بطولة دوري الأبطال. وزي ما الموسم الماضي صعد أمام فريق ريال مدريد، السنة دي بيصعد أيضا للموسم الحالي. محمد صلاح هتكون تاني موسم ليه على التوالي. مش عايز بس يعني أقاطع أو مش عايز أن أنا أقول كده فبرشلونة يجيب هدف، لكن لو محمد صلاح إن شاء الله المباراة تنتهي بهذه النتيجة، محمد صلاح يكون للموسم الثاني على التوالي موجود في نهائي دوري الأبطال علشان ليفربول يستنى الفايز من اياكس وتوتنهام. تعودنا الموسم الحالي من دوري الابطال ان مفيش نتيجه مضمونه، ان مفيش فريق بيبقى عنده افضليه وبيحقق بيها فوز في المباراه الثانيه. شفنا مباراه اتلتيكو مدريد ويوفنتوس، المباراه الاولى انتهت 2-0، يوفنتوس بيفوز 3-0 على ملعبه في تورينو. شفنا مباراه اياكس وريال مدريد، المباراه الاولى ريال مدريد تفوق، لكن في المباراه الثانيه اياكس بيفوز باربع اهداف مقابل هدف. شفنا اياكس والمفاجآت ايضا امام فريق توتنهام انه بيفوز على توتنهام في ملعب وايت هارت لين 1-0، والمباراه بكره هتكون على ملعب كرويف ارينا في امستردام، وبالتالي هيكون في يعني انا بالنسبه لي هيكون في مفاجآت، يعني المباراه مش مضمونه زي مباراه السيتي وتوتنهام ايضا، واللي توتنهام تفوق فيها على السيتي الفريق الكبير جدا، والمباراه اللي كانت دراميه. يعني عايز اقول لحضراتكم دوري الابطال هي البطوله الامتع، البطوله الاقوى، مع كامل الاحترام لبطوله كاس العالم، لكن تبقى مباراه دوري الابطال هي الامتع والاكثر امتاعا في عالم كره القدم لنادي لمشجعي ومحبي كره القدم العالميه. محمد صلاح بيغيب، الناس كلها في بدايه المباراه ما كانش حد يتوقع ان ليفربول ابدا يصعد، كلنا قلنا خلاص مباراه محسومه لصالح نادي برشلونه، لكن يعني ميسي موجود وكوتينيو موجود وسواريز موجود، كل لعيبه برشلونه كلهم موجودين، عكس نادي ليفربول اللي ما عندوش فيرمينيو اللي ما عندوش محمد صلاح، اثنين من الاعمده الاساسيه اللي موجودين لنادي ليفربول مش موجودين. فبالتالي كلنا توقعنا ان ليفربول هتكون مباراه سهله جدا لصالح نادي برشلونه، مباراه صعبه نادي ليفربول، نادي ليفربول مش هيعرف ان هو يتخطى الخصم او المنافس الصعب اللدود القوي النادي برشلونه. لكن زي ما بقول لحضراتكم كره القدم في الموسم الحالي في دوري الابطال هي بطوله المفاجات، بطوله الفريق اللي بيتعب اكتر هو اللي بيكسب. لكن طبعا عايز اقول لحضراتكم ان الواحد اكيد مبسوط لمحمد صلاح، انه تخيلوا حضراتكم محمد صلاح ما حدش كان عمره يفكر ابدا في السيناريو ده. تخيلوا حضراتكم ان هو ممكن ليفربول ما يتمش تتويجه بلقب الدوري الانجليزي، لكن محمد صلاح يتم تتويجه بلقبين مهمين جدا، هو اللقب الثاني على التوالي كهداف الدوري الانجليزي 22 هدف، وايضا ان هو يفوز بلقب دوري الابطال علشان يكون يعني يخش التاريخ مع الكابتن رابح ماجر كتاني لاعب عربي في تاريخ بطولات دوري الابطال على ما اعتقد، ورب الذاكره ما تخنيش، ان هو تاني لاعب عربي لو حقق اللقب دوري الابطال، هيكون اول مصري اكيد بالتاكيد يحقق
تاني هداف الدوري الانجليزي الموسم الثاني على التوالي زي ما حدش حققه قبل كده اصلا، وفي نفس الوقت يكون تاني مصري على التوالي يصعد ليه بطوله نهائي دوري الابطال، علشان ما حدش حقق اصلا ان هو لاعب مصري يكون موجود في نهائي دوري الابطال. وتخيلوا حضراتكم لو فاز، يبقى فاز بدوري الابطال وفاز بلقب الهداف، واحنا كجمهور كره قدم مصري واهلاوي ومحب لمحمد صلاح، يعني احنا بالنسبه لنا بطوله دوري الابطال يعني هكون يعني احسن حاجه يعني جمهور ليفربول يصالح بيها جمهوره لو ما فازش ببطوله الدوري. ليه بقول لحضراتكم يصالح جمهور ليفربول؟ علشان خاطر ليفربول كان متصدر بطوله الدوري الانجليزي بفارق 7 نقاط عن السيتي، لكن فرط في نقاط كثيره جدا على ملعبه وخارج ملعبه، وبالتالي كان سبب في مانشستر انه يعتلي قمه صداره الدوري الانجليزي الممتاز. وفي نفس الوقت بطوله دوري الابطال بالنسبه لنا كمحبين هي البطوله الامتع بالنسبه لنا، البطوله اللي احنا بنحبها، احنا شايفين ان هي اقوى من بطوله الدوري الانجليزي، وبالتالي الفريق اللي حقق لقب دوري الابطال وما يحققش الدوري الانجليزي هيكون في عامل توفيق فقط لا غير. لكن زي ما بقول لحضراتكم محمد صلاح نجم كبير جدا، زي ما محمد النني ان شاء الله يوم الخميس عنده مباراه مهمه جدا امام نادي فالنسيا، لو نادي ارسنال فاز زي ما فاز في المباراه الاولى 2-1 هيبقى تاني سنه على التوالي محمد النني يكون في المباراه النهائيه لليوروبا ليج. نادي ليفربول مع يورجن كلوب قبل بدايه المباراه كله اتريق على تشكيله ليفربول، كله اتريق على مقاعد البدلاء، كله قال ان لا محال من الفوز لنادي برشلونه، لكن ليفربول بيفاجئ الجميع، ليفربول يعني بيسطر تاريخ، وكل الجمهور اللي قال ان ليفربول مستحيل ان هو يعود الى المباراه اكيد طبعا دلوقتي بقى منظرهم يعني او بقى كره القدم بقت محرجه جدا بتحرج اي حد، مفيش كبير في كره القدم، الكبير اللي موجود في جوه الملعب بعرقه بكفاحه بمجهوده، واللي بيعرف ان هو يفوز، واللي بيعرف ان هو دايما يعني يتفوق او يعمل اللي عليه فنيا وتكتيكيا داخل الملعب. يورجن كلوب مدرب كبير جدا بيثبت ان هو مدير فني محترم، مدير فني على اعلى مستوى، مدير فني جدير بالقياده الفنيه لاي فريق بيكون موجود فيه. تخيلوا حضراتكم ان فريق هيتخطى او تخطى ال 90 نقطه في الدوري الانجليزي وما حققش بطوله، اول مره في تاريخ البطولات العالميه كلها ان فريقين يوصلوا لل 90 نقطه مع بعض. كنا بنشوف ان فريق واحد هو البطل ممكن يحقق اكتر من 90 نقطه، شفنا مانشستر سيتي الموسم الماضي حقق 100 نقطه، لكن الموسم ده ليفربول متخطي ال 90 نقطه، السيتي متخطي ال 90 نقطه، وبالتالي واحد منهم بس هو اللي هيحقق لقب الدوري الانجليزي الممتاز. طيب احنا مع حضراتكم لحد ما المباراه تنتهي، مباراه ليفربول وبرشلونه، وقبل ما نروح للضيف العزيز والناقد الرياضي الكبير واللي دايما بيشرفنا بينورنا الاستاذ عصام شلتوت، هنتكلم معاه في ملفات مهمه جدا، هنتكلم معاه في قضايا مهمه جدا، لكن والماتش شغال وانا بتكلم مع حضراتكم، اياكس وتوتنهام المباراه بكره هتكون ان شاء الله الساعه 9 بتوقيت القاهره، المباراه الاولى انتهت بفوز نادي اياكس 1-0 على ملعب توتنهام اللي هو الوايت هارت لين، وبالتالي هتقولوا لي ايه توقعك؟ ما عنديش توقعات بعد اللي انا شفته دلوقتي وبعد اللي شفته قبل كده، ما فيش حاجه ابدا هنتوقعها، هنستنى لحد ما المباراه الاولى والثانيه تنتهي ونشوف مين الفريق اللي هيصعد ومين الفريق اللي هيخرج من بطوله دوري الابطال. زي ما قلت لحضراتكم المباراه هتكون صعبه على الفريقين، مش معنى ان طبعا اياكس فاز في المباراه الاولى ان المباراه تبقى سهله، المباراه تكون صعبه جدا ومعقده جدا. توتنهام هو فريق يجيد اللعب خارج وداخل الملعب، فريق صعب جدا، ند قوي جدا، ند عنيد، وايضا عنده المدير الفني الكفر اللي يقدر يقود القياده الفنيه لفريق توتنهام. فريق توتنهام الفريق الوحيد اللي في العالم اللي لم يتعاقد مع لعيبه في الوينتر بريك او في السمر بريك، فترتين التعاقدات سواء الصيفيه او الشتويه، وبالتالي هو مكمل باللعيبه اللي موجوده، كان بيطور الاستاد علشان خاطر يعود اليه عوائد ماديه كبيره جدا، لكن زي ما بقول لحضراتكم كمان باصابه سون او غياب سون بسبب حصوله على انذارين، وايضا غياب هاري كين لسبب او بسبب الاصابه، انه حصل بعض الغيابات، لكن في ظل الغيابات توتنهام بيخسر 1-0 بس. انا شايف ان توتنهام بمقداره ان هو يقدر يعمل كده، لكن فريق اياكس اعتقد ان هو بعد المسيره القويه، بعد ما اقصى نادي ريال مدريد، بعد ما اقصى نادي يوفنتوس، اقصى اقوى ناديين واقوى فريقين مرشحين للفوز بلقب دوري الابطال، ما اعتقدش ان هو هيفرط ابدا في الفوز، ده اللي ممكن اتوقعه، لكن انا ما اتوقعش طبعا الحاجه غير كده، غير ان انا يعني الافضل والاحسن هو اللي هيكون. طيب
خلاص 4-0 المباراة بتنتهي. بنبارك لفريق ليفربول فوزه على نادي برشلونة. أكيد طبعا الملعب مقلوب والجمهور مقلوب، يعني خلاص بقى مش مشكلة، قدر الله ما شاء فعل. أكيد بشجع نادي برشلونة، لكن أنا أكيد أي حاجة فيها محمد صلاح أنا هبقى موجود معاه فيها، يعني مش مشكلة. محمد صلاح حبيبي ومننا وعلينا، ويعني وأي حاجة هو موجود فيها ما عدا النادي الأهلي. ما عدا النادي الأهلي الحاجة الوحيدة اللي أنا هشجعها هو محمد صلاح. بنبارك نادي ليفربول، إنجاز كبير جدا جدا جدا. يعني انا شايف انه يعني بصراحه لعيبه ليفربول متصالح محمد صلاح، متصالح جمهورها، اللي مش هيبقى عنده حظ، او لو ما بقاش عنده حظ في بطوله الدوري الانجليزي هيبقى عنده حظ في نهائي دوري الابطال الموسم الثاني على التوالي. ليفربول بينجح ان هو يفوز او يصعد لبطوله دوري الابطال. يلا علشان بقى يعني نروح لفاصل، وزي ما قلت لحضراتكم هنرجع نستقبل بعديها الضيف العزيز والناقد الكبير الاستاذ عصام شطوط عشان نتكلم معاه في قضايا كثيره جدا. خليكم مع يعني هنفضل مع حضراتكم، وخليكم معانا بعد الفاصل نستقبل الاستاذ عصام شطوط. اهلا بحضراتكم من جديد، ونبدا معاكم الفقره الحواريه مع الاستاذ العزيز والكبير والناقد الرياضي الاستاذ عصام شطوط عشان نتكلم معاه في قضايا مهمه جدا خاصه بالنادي الاهلي وفي مختلف القضايا المصريه. برحب بيك استاذ عصام، كل سنه وانت طيب. ازيك كابتن عمر، اخبار حضرتك ايه؟ كل سنه وانت طيب، وكل يا رب ومشاهدينك الكرام ومن مصر لكل العالم العربي والاسلامي وكل العالم، رمضان يا رب كده بكل خير وسلام على العالم كله. طبعا في البدايه يعني عايز اتكلم مع حضرتك في كلام قلته في الاول، وهو يعني انتشار بعض الاخبار على النادي الاهلي، واخبار يعني غير صحيحه بالمره، واخبار انا قلت ان هي ممكن شويه تكون يعني تثير فتن، تثير بعض يعني زعزعه الاستقرار داخل النادي الاهلي. وبدات بموضوع الكيبه الفرنسيه، وقالت ان مستر هيرفي رينارد هتكون اخر بطوله ليه مع منتخب المغرب، والبطوله دي هتكون موجوده في مصر، وبعديها الواجهه هتكون فين محدش عارف. لكن بدات ان الاخبار في مصر تقول ان واجهته المقبله هتكون مصر والنادي الاهلي. وزي ما قلت للناس ان النادي الاهلي دايما بيتعامل بالموسم مش بالقطعه. استاذ عصام، فهل حضرتك شايف الخبر ده يعني ازاي حضرتك ممكن تعلق عليه، وهل هو فعلا ممكن يتم اثاره الخبر بشكل يعني يثير بعض الفتن الموجوده؟ انا علقت عليه بالفعل، هقول لك ازاي. لكن خلينا بس الاول نقول انه مش بالساهل ان تكون هناك اخبار تهز، يعني زي ما انت قلتها كتير قوي الحقيقه، فكره تهز كيان وزعزع، كل دي جمل يصعب تفهمها. وان كان طبعا لابد من يعني محاولات لبناء حائط زي ما بيقولوا في الفاول، يعني ضد هذه الاخبار او الضربات الغير مباشره، لان الضربه المباشره معروف انها بتبقى عشان خطا زي ما بيقولوا في الكوره، ما هواش خطا يعني كروي بقد ما هو خطا يعني مقصود يعني. وبالتالي اعتقد انه لازم المرحله دي يبقى اجيال ورا اجيال في النادي الاهلي متعودين على الضبابيه دي. لكن المعالجه الحقيقيه لازم تيجي من الزملاء، وتيجي من ما يطلق على انفسنا، عشان انا واحد من المنظومه اللي المفروض نشرف ان احنا خدام في بلاط صاحبه الجلاله بقى بالكلام الكبير كصحفيين، وباقي طبعا مناحي الاعلام. يعني اولا الاكيب واحده من كبريات يعني الصحف الرياضيه في العالم، الاكيب الفرنسيه، هي لم تقل نصا ان هيرفي رينارد طريق القادم والنادي الاهلي، ولم تذكر عن سمت مفاوضات لا هي جورنال قليل ولا هيرفي رينارد هو مدرب قليل، علشان يبقى تلميحا وليس تصريحا. ده وراه فريق عمل، وراه بارتينر اعلامي هو اللي بيخرج له الكلام. حتى الجامعه المغربيه اللي هي الاتحاد المغربي لكره القدم، واتحاد عتيد وعريق ايضا، لا يمكن ابدا ان الحاجات دي تفوته. ما كتب هو ان الفراق بين هيرفي رينارد ما معناه يعني، ومنتخب المغرب سيكون في مصر، سيكون عقب أمم أفريقيا، وفي المنتصف قد يكون نادي مصري. يعني نادي مصري بقى مين؟ نادي مصري ازاي؟ نادي مصري هاو؟ كل ده كلام يمكن اعتباره يعني خيط على امتداده. إنما
لم يكلف احد نفسه بان يخاطب النادي الاهلي. وانا بارجو اداره الكره والكاب سيد عبد الحفيظ بالذات انه الحاجات دي اذا ما جاءته يعني تساؤلات حولها انه يخرج للرد. بعيدا بقى عن فكره ايه ما هو مش كل حاجه هنرد، لا حاجه كبيره زي دي ان يؤكد انه ده لم يحدث وكذا ويقفل الكلام. قبل كده في بدايات اليوم السابع كان مجهود زملائي الشبان اللي معاه وكلهم الوقت والحمد لله يعني اصحاب اسماء كان بتتاخد في بعض يعني المحطات او البرامج الرياضيه يعني تعبهم مجهودهم، فكنت دايما بقعد اقول يا جماعه اقولوا في برنامج عمر ربيع ياسين يقول لك ده خبر متاح للكل. فمره افتكست كده افتكاسه ان موقع سيفون فالكل خد وبعد كده طلع ما فيش فزعل وقال لك معقوله اليوم السابع يكتب موقع سيفون؟ قلت لهم والله هو الوقت بقى اليوم السابع لما بقى فيه موقع اسمه يعني مش ملائم، اسمه مش حلو، اسمه افتكاسه، وبالتالي انت محاط دايما كمنظومه كبيره بما يمكن ان يكون متعمد. ليه؟ لانه الاهلي في مرحله تفنيش، موسم بدا قويا، موسمين متلاحمين افريقيا، خروج من بطوله افريقيا للانديه الابطال، ومن ثم رهان كبير على درع صحيح لا هو الدرع الاول ولن يكون الاخير، فالنادي الاهلي يعني دولابه مليء بنموذج درع الدوري المصري يعني. لكن في النهايه هي تخلق ضبابيه، انا طبعا معاك، لكنها تزعزع وتكسر وكذا، لا، لكنها في كل الاحوال مرفوضه. انا خرجت النهارده في لايف كده في المؤسسه عندنا وقلت انه ده كلام ما ينفعش، حتى على ذكر موضوع احمد فتحي تحديدا ان هناك مشاغبات، ان هناك ملاعبات، ان هناك افتكاسات، حتى ده انا برضو زي ما بقول انه اذا كانت هناك مطالبه وكان العقد لم يجدد بعد، ولو انه العقد زي ما عرفت من اداره الكره ومن مسؤول الاعلام في النادي الاهلي الزميل العزيز جمال جبر ان العقد اصلا اوريدي متجدد، وبالتالي ده الذي يجب الان ان ينشر ان العقد ده تم تجديده. طيب لو كان هناك سمت ما يدعو لتساؤل حوله هل سيجدد احمد فتحي او غيره، برضه بنحتاج في الاوقات دي لرد سريع يغلق ملف زي ده، وبالتالي تخمد سريعا بقى اي حاجه عاوزه تقرب من سور منظومه الكره الحمراء ومن ثم النادي الاهلي. اشمعنى التوقيت ده بالذات يا استاذ عصام؟ ما انت قلتها في البدايه، ما انا عايز اسال اسمع بقى تعليق حضرتك. انت قلتها في البدايه قد يكون لمشاغبه ما لايقاف المسيره، لتعطيل المسيره، لي يعني القاء يعني حجر والنهر يمر كده بماء الهادر فيحاول يخلي يعني امتداد الميه ما يبقاش المجرى ماشي زي ما هو بنفس اندفاعه، يحط حاجز كده يحاول يعطلك، انما في الاخر انت بقبل منظومة غير قابلة لان هي تكون يعني هشة. ده النادي الاهلي بادارته الكروية بادارته العامة حتى مجلسه وحتى طبعا الذي فوض بشأن كرة القدم وهو الكابتن محمود الخطيب، اعتقد ان دي لوحدها يعني انتبيوتك قوي جدا لكل العسر الهضم ده بالنسبة لي بعض الاخبار اللي يخشى منها، نعم، لكنها يعني تعصف بالنادي الاهلي بالفم المليان لا طبعا، انما يخشى منها انا معاك، ويجب انه سريعا يتم الرد في كل مكان بيظهر فيه خبر. ده اللي حاصل بالظبط، وده موضوع ضبابيه المشهد، وانت بتستعد لمباريات قويه كل واحده منهم هي مباراه نهائي كاس تحديدا، مش مباراه نهائيه وبس. وايضا المباراه الاهم هي القادمه، جمله اختارها الكابتن عبد الحفيظ وهي جمله الحقيقه تليق بكتلة المباريات المتبقية، انه ايه رأيك في الماتش اللي فات؟ يقول لهم المباراة اللي جاية هي الأهم، المباراة اللي جاية دي مش مهم اسمها ايه، المباراة اللي جاية فيما تبقى من جدول مسابقة الدوري العام. عايز اسألك برضو على آخر موضوع خاص بنادي الأهلي وما تم إثارته في الفترة الأخيرة، وزي ما حضرتك عارف النادي الأهلي دايما نادي مؤسسة كبيرة جدا، لما بيكون عايز أي لعيب بيخبط على باب النادي بيقول أنا عايز اللعيب الفلاني، لا بيلف ولا بيدور ولا بيكلم لعيبة معينة ولا بيكلم لعيبة لوحدها على جنب من غير ما يشرك أنديتها. وعلى سبيل المثال شفنا الأهلي تعاقد مع نجوم كتيرة من نادي الإسماعيلي عن طريق التعاقد المباشر، ما بيكونش فيه أندية في النص أو بيكون فيه لاعب لما يخلص عقده يمضي والكلام حضرتك عارفه ده كله. لكن برضه النهارده بعض الأخبار النادي الأهلي بيتفاوض مع لعيبة من الإسماعيلي، والنادي الأهلي عايز يتعاقد مع لعيبة معينة بدون الرجوع لنادي الإسماعيلي، وبيحاولوا أيضا يعملوا فتنة ما بين جمهور الأهلي وجمهور الإسماعيلي، ودول أكبر من أكبر الجمهورين، النادي الأهلي أكبر جمهور في مصر
ونادي الاسماعيلي هو احد الانديه الكبيره والعريقه اللي موجوده في مصر، ودايما بنستمتع بكره نادي الاسماعيلي. فعايز اعرف برضه تعليق حضرتك، كون حضرتك كواحد من الصحفيين الكبار والنقاد الكبار، من وجهه نظر حضرتك رايك ايه وشايف المواضيع ازاي، وبخاصه موضوع نادي الاسماعيلي؟ انت جاي على حاجات على ذكر كلامك يعني، لكن بكل يعني ما تحمل الكلمه، لا اقصد ابدا فكره وجودي الشخصي يعني او يعني ان انا كنت حاضر يعني في زمن ما، يعني يمكن في العام 2006 او 2007 تقريبا، يعني قدر ليا انه يكون في رجل اعمال محترم اسمه يحيى الكومي، كان عايز يعمل منظومه احترافيه فاستدعاني لخلق كيان اعلامي للنادي الاسماعيلي. الحقيقه قلت له انا موافق بشرط ان تكون مهمه حقيقيه، يعني زي ما بتجيب مدير كوره زي ما بتجيب مدير نادي تعلن ده في مجلس اداره. حصل ده، كابتن حسن حمدي ربنا يديله الصحه وكابتن خطيب ربنا يا رب يوفقه في القادم هو والمجلس الاحمر، استجابوا لدعوه قدمتها للسبب ده، والكابتن سيد معوض حي يرزق موجود صح. وبالتالي قلت للادارتين انا اوان الا يلعب احد بينكم، وزار الكابتن حسن حمدي والكابتن محمود الخطيب اسماعيليه في يوم مشهود، وكنت اخرج كمسؤول او مشرفا على المنظومه الاعلاميه اللي حضرها زملائي وبناتها معاهم هناك للرد المباشر، بمعنى وده هيودينا لحاجه مهمه اقولها لحضرتك دلوقتي، الا وهي يا كابتن سيد حضرتك عايز تروح النادي الاهلي، النادي الاهلي بيخاطبك، طب حضرتك قدم طلب، انت راجل محترف وهذا حقك وهذا عرقك وهذا جهدك وبالتالي عقدك منتهي، لا تلف ولا تدور كابتن سيد او اي كابتن سيد، بس هي الواقع كانت لحم ودم سيد معوض. وبالتالي كان المرجو ايه وقتها؟ شويه وكلاء على شويه زي ما انت قلت موقعاتيه، عايز يخرج بان سيد معوض الاسماعيلي يرميه والاهلي يفديه، وبالتالي لماذا خطفوه والتانيين لماذا اهملوه؟ لما وضحت الحكايه بقيت اطلع حتى في كل برنامج اطلب المداخله، لا الموجود الان في النادي الاسماعيلي هو طلب موقع من عمر عشان عايز يروح قناه الاهلي، وبالتالي قناه الاسماعيلي هتوافق له. ليه؟ لان عقده انتهى، مش لانه قناه الاسماعيلي مش عاوزاه. ومن ثم هنا الضبط المراد عمله، يجب التنسيق ووجود ما يسمى بغير المنظومه الاعلاميه، منسق اعلامي، منسق اعلامي شغلته الشاغله فحص الاخبار والرد واختيار التوقيتات واختيار المعايير، مع فتح خطوط اتصال بين مجالس الادارات بالطريقه المباشره اللي قلت لحضرتك عليها، وبالتالي يبان انه لما تطلب انه في زياره من هنا لهنا يبقى مدير النادي، لما تطلب لعيبه كوره يبقى مدير الكوره، لما صح. تطلب لعيبه طايره يبقى مدير الطايره، لما تطلب لعيبه سباحه يبقى لعيبه السباحه او مدير السباحه، تخلق نوع من الاحتراف الغائب، خاصة وأنه لو كان متوفر بنسبة 100% فيكون أولا في النادي الأهلي. وبالتالي ده اللي يعمل القول الفصل في الموضوع. أنا لا أعرف يعني من الذي يأتي دائما بخبر، خلينا نقول يعني وش كده، عن محمود متولي مثلا، فلا محمود متولي يتحدث ولا إدارة الإسماعيلي تتحدث ولا النادي الأهلي خرج ليتحدث. طب النادي الأهلي لو عايز اللعيب كان قال. طيب بالنسبة بقى للجهة اللي ساكته، ها النادي الاسماعيلي اولا ثم اللاعب ثانيا، واذا كان عنده مدير، هم فين بقى من اللي بيقولوا عليهم انت مش راضي توقع لناديك؟ ما تطلع يا ابني تقول انت هتوقع ولا مش هتوقع، انت مستمر سواء انت رايح الاهلي يا عمر او مش رايح، سواء حد بيكلمك او محدش، احتراما حتى لاداره النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي الذي لم يقدم لك ايا ما يسيء لك، لا انت ولا وكيلك ولا اداره ناديك، لماذا لا تخرجوا لتفضوا حاجز الصمت ده؟ ليه عايز تسيب هذه الضبابيه؟ بص في كده مقوله مهمه جدا في كل العالم، قد يعني يمسك بتلابيبك من يريد ان يحول الحكايه، اي حكايه عندك لو مسكت انت بتلابيب حاجه ليها يعني معنى اكيد النظر هيتحول، اذا كان عندك سمت مشكله ودخلت في مشكله اخرى جانبيه مع النادي الاهلي تحول النظر من مشكلتك انت لمشكله تبدا تقول النادي الاهلي متسبب فيها. وبالتالي انا حتى الان لم ارى ابدا هذا النموذج، لا من اللاعب ولا من اداره نادي الاسماعيلي اللي عمال ظروفه الكرويه تتراجع بشكل غير عادي، والجمهور يا عيني، وده جمهور بقى الحقيقه جمهور عظيم بقى، جمهور طبعا حقيقي طبعا، لا يرى في الدنيا الا درويش اسماعيليه. ومن ثم يعني يا اخي مش قد
ده أكيد بيشيل اللقمة من بقه علشان يغذي قنوات ما يمكن أن يكون إنفاق على فريق الكرة الإسماعيلية. ومن ثم ليه إدارته سايباه في حيرة؟ ليه لاعبه سايبه في حيرة؟ اخرجوا قولوا للناس كلام مهم. أما عن النادي الأهلي فهو مش مطالب برد عن شيء لم يقدم عليه بالفعل. يعني النادي الأهلي هيرد عليه بالظبط على فكرة هو أنت في خيالك عمر وعصام ولا لا؟ بينما هو لو في خياله كان زي ما أنت قلت كان راح للمسؤول عن عمر وعصام وقدم له معروض. كان في قبل كده لعيبه طبعا ما انا بقول لك اهو نماذج واضحه سعيد. اسلام الشاطر طبعًا. وكذا اغلب اللاعبين اما انتقال مباشر وقلت لحضرتك على واقعة الله سبحانه وتعالى والعبد الله حاضر فيها ووقائع اخرى من انديه اخرى بعد ان تم بيع عقد اللاعب بالفعل فيقول لك ده عمل ملف. يعني ايه ملف حضرتك؟ يعني انت بعت واحد في الجيزه فواحد من القاهره اشتراه تقول لي اصله لف وراح اشتراه واداره النادي يا اخي وطبعا انت فاكر يا كابتن انها كانت انديه عظمى يعني طبعًا. اهلي جده مش طبعًا. فاكر نادي ايه تاني نادي قطري اعتقد كان متصدر بالنسبه لبركات بركات لا يا راجل بركات. لا يا راجل الانديه دي ما تبقاش معابر ابدا ابدا لا نستهين بالاشقاء وبالتالي عندك مشكله ما تصدرهاش للنادي الاهلي انما النادي الاهلي بقى في الجزء ده مش هو صاحب الرد ولا هو اللي ينفع يرد حتى لو كان محتاج للاعب لانه النادي الاهلي بيحترم التعاقدات زي ما بيطالب الاخرين باحترام تعاقداته بيحترم المواعيد لن يكلم لاعب في شهر 5 بينما يجب ان يكلمه في شهر 5.5 مش هقول لك 6 مثلا وبالتالي هو مش مطالب بالرد المطالب بالرد اللي عامل قنبله الدخان دي. طب عايز اسالك سؤال الاول قبل ما اروح للشق الثاني حضرتك يعني موضوع هيرفي رينارد ومستر مارتن لاسارتي واستشهدت بموقف اجتماع كابتن خطيب مع كابتن خالد بيبو بعد انتهاء موسم الاكاديميات وبيتكلم معاه في خطه الموسم المقبل فقلت النادي الاهلي مش بيتعامل ما انا قلت النادي الاهلي مش بيتعامل في قطع بالقطع في اي قطاع جوه النادي الاهلي ولن يحدث تمام رحيل مستر مارتن لاسارتي يعني موضوع واضح وضوح الشمس الاهلي لن يفاوض حتى مع مستر كارتيرون لما تم انهاء التعاقد معاه اتفاجئنا كلنا بوجود مارتن لاسارتي ما كانش فيه حد بيجتهد وكتب ولا حد قال ان في مفاوضات مع واحد من اورجواي ولا الكلام ده كله فهل حضرتك يعني شايف طبعا حضرتك عارف يعني هذا قيمه كبيره جدا في الصحافه هل الترافيك بقى عامل مشكله لبعض الصحفيين اللي بيكتبوا في بعض المواقع مش الصحفيين بس وكمان هناك سوشيال برضه ما هو الترافيك ده بقى بضاعه يعني بقى عايزين نفهم الناس بس يعني ايه ترافيك عشان الترافيك يعني دخول الناس على المواقع وبالتالي قراءه الخبر وقراءه الخبر والتوقف امام صفحات بعض المواقع لان في مواقع بتحترم نفسها والحمد لله يهمها الحقيقه تؤخر الخبر احيانا والحمد لله علشان مصداقيته ما تفكرش في عداد الوقت تفكر فقط في مصداقيتها لكن سمت سوشيال وسمت دلوقتي ده انا بصحى الصبح على 500 قناه يقول لك قناة عمر، قناة عصام، قناة فلان، قناة علان، لا مش ممكن النجومية تسبب للشباب هذه الهزة، والأغلب الأعم منهم يعني بيقولوا إنهم مشجعين أندية، فإذا أنت مشجع نادي، يعني اتقي الله حتى في ناديك، بلاش في منافسيك، يا أخي إذا حبيت تدخل مهنة عليك بأن تذهب نحو التراخيص وما يسمى برصيد الخبرات، ما هو برضه ما فيش حد بيبدأ كابتن الفريق، الناس عايزة تبدأ رئيس التحرير يعني. طب حضرتك مين هيبقى نفر؟ يعني لو كلنا جنرالات، طب مين اللي انفار يعني؟ مفيش معركة بالجنرالات، ولا يمكن أيضا ها إنه الجنود يبقوا لأنه كلمة جندي دي يعني تبقى تصغيرا، لا دي البدايات، دول اللي بيخلق منهم الجنرالات. حضرتك بدأت جندي وبعد كده مؤكد طبيعي مؤكد يعني أي حد بدأ مؤكد السلم وطلع واحدة عشان واحدة عشان كده لكن طبعا وأنت بتتكلم كده قاعد يقول لك هو أنتوا بتعملوا رجل الكيك يعني؟ أنت مين يا جدع أنت أبو شنب؟ كتير قوي وقلة ذوق وخروج عن الأدب بينما هو جبان هو مش بيقول باسمه هو لا يستطيع مواجهتك ولا يستطيع مناقشتك ولا يستطيع أشياء كثيرة جدا ربنا سبحانه وتعالى اسمه العدل ولأن الحق أيضا من بين أسماء الله فاللي عايز يروح المهن اللي بيتقال عليها صحافة وإعلام يجب أن يعرف أنه يمثل يعني ما معناه كلمة الله على الأرض لازم اتقي الله في العدالة والحق لأنه ممكن فعلا كلمة تثير حروب بين دول مش بس حروب ومعارك كروية إذا لم تتحرى ضميرك وبالكلام الكبير بقى للي حابب المهن دي لازم يعرف إنه جزء من وجدان الأمة ويشكل ضميرها وكذا وحاجات كتير قوي 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 عايزين نأكد عصام إن الأهلي دايما بيحترم
تعاقدات اللعيبه في الانديه الاخرى في مختلف اللعبات. النادي الاهلي لا يمكن هيفاوض لاعب من غير النادي بتاعه، النادي الاهلي مش هيلف زي ما حضرتك قلت ويروح يتكلم مع لعيب. ما لا يمكن، احنا بس عايزين ناكد مره واثنين وثلاثه علشان خاطر حضرتك اللي بيحاول يصطف الماء العكر، اللي دايما بيحاول ان هو يعمل فتن. حضرتك عارف ان جمهور الاهلي جمهور كبير والاهلي دلوقتي متصدر، فهيبدا الاخبار والفتن واثاره الكلام اللي مش صح، وان هو بقى يكتب كلام يعني العيار اللي مش هيصيب هيدوش بالكلام. وحضرتك عارفه وحضرتك اكيد يعني شارب المهنه وموجود جوه المهنه وعارف كل الكلام ده، لا يصيب ولا يدوش مع المؤسسات العظمى. لكن مع الفيسبوك يا استاذ عصام الموضوع بقى زي ما حضرتك شايف. ما انا بقول لك، لكن الاهلي نادي كان كبير. انا معاك طبعا، لانه خبر زي ده يخلي لاسارتي باعتباره رجل، وفي ناس بتنقل. ما طبعا لازم ينقل، ده عنده خطوط اتصال كل خواجه وكل اجنبي وربما كل عربي حتى بيجي هنا، عنده جزء مهم من سفاراته واعلام سفاراته والحاجات المختصه بالحاجات دي بتقول له ايه اللي حواليه، ومن ثم الراجل دلوقتي قد يسمع الى ان يعني مش يتاكد، لان هو اكيد خلاص بقى عارف هو بيشتغل مع مين ومتاكد من حسن الاداره. لكن تخيل انه راجل لسه جاي كان يقول لك ايه الناس دي بتفاوض حد غيري، فيحصل عنده بعض الضبابيه قد تعيقه عن العمل بصفاء ذهني، مش حكايه انه يبقى قلقان، حتى الصفاء الذهني. طب اللعيبه حتى يعني انا بقول انه اللي بيخرج ده للسوشيال لازم يعرف ان لعيبته كمان، اللعيبه اللي بتلعب ومستعده، ما هو اللعيب ده مش الاستاذ هيكل رحمه الله يعني عشان يبقى فاهم المهنه، وبالتالي يقول لك الله ايه الكلام اللي احنا سمعناه، الى ان يستقر ايضا ويذهب الى النادي فيعرف من المسؤول انه ما فيش الكلام اللي انتم سمعتوه وقراتوه ده اذا سال. لكن في كل الاحوال متى نخرج من الدوامه اللي احنا حاطين نفسنا فيها دي؟ مش هنخرج يا استاذ عصام، لا كتير قوي كده بصراحه، مش هنخرج. ده كل سنه الوضع بالذات سوء، يعني حضرتك الوضع بالذات سوء من اخبار وطريقه نقد فيها يعني نوع من عدم احترام الكبير، وبننتقد بطريقه نقد هدام. يعني حضرتك النقد اللي بنشوفه في مصر هو يهدم اي حد ويهدم اي شخص ويهدم اي لاعب، لكن حضرتك الناس ما بتفكرش ان هي يبقى عندها ضمير زي ما حضرتك قلت. الضمير ده هو شيء مهم جدا وعدل. انت محتاج حاجتين يا كابتن عمر، انت محتاج، وده هيحصل ان شاء الله، الدوله المصريه بتعيد صياغه ملفات كثيره جدا. يا ريت، نتمنى. محدش بعد كده هيجرؤ انه يبقى صاحب موقع ولا صاحب قناه والاحلام بتاع الفانوس السحري انه يبقى نجم ويتعامل مع النجوم دي، مش هيحصل الا بجرانتي مالي او ضمانه ماليه كبيره، وان يضع ضوابط مؤسسيه عشان يحصل على ترخيص. ادي جزء. الجزء الثاني ان احنا كمان كنقابه صحفيين ورابطه النقاد، ربنا يهدي الزملاء في المكتب التنفيذي، يجب ان نجد لو هو خرم ابره ندخل منه لنرفع للقضاء امر كل من يمتهن مهنتنا مدعيا وهو لا متدرب في مؤسسه ولا عضو نقابه. يعني كلنا اتدربنا اولا، صحيح مش كل واحد لم يحصل على كرنيه النقابه نقول عليه من الصحافي، لكن هناك مؤسسات مرخص لها بمتدربين، اذا لم يكن هذا وبالتالي سنرفع قضايا اسمها انتحال صفه. انا بعدك بده بس تخلص امم افريقيا، كل الملفات هتبقى محسومه وموجوده، لانه احنا عندنا دوري يمكنه ضخ اكتر من 30 ضعف للارقام بتاعته، فيفتح لكل محبي العمل في حقل كرة القدم مهن تناسب خبراتهم، مش كلنا نبقى اعلام، امال مين هيبقى جمهور؟ ما هو مش معقول برضه يعني يعني لو كل الناس فريد شوقي مين اللي هيتضرب؟ مش هينفع، الكلام صعب، الله يرحم وحش الشاشه يعني. ومن ثم الحاجات دي بقدر المستطاع يجب الا تزعجك، وبالعكس يجب الا تزعج المواطن اللي بيحترم كل ما هو مصداقيه وكل ما هو حق وكل ما هو مسجل وهو وكل ما هو مؤسسي، لانه ده قريبا جدا هيبقى مش موجود على الساحه المصريه بنسبه كبيره قوي ان شاء الله. وايضا كل حد فينا لازم يتقي الله في عمله، لانه لا يجوز ابدا ان انت تبقى هدام لمجرد انك تقول حاجه تعمل راو كده ليوم ليومين لشهر يعني. طيب حضرتك احنا اتكلمنا على كل الاطراف، اتكلمنا على الاهلي واتكلمنا على الانديه الاخرى واتكلمنا على احترام الاهلي ليه تعاقدات اللعيبه في الانديه بمختلف اللعبات، لكن عايز بقى حضرتك توجه كلمه وتقول ايه الجمهور الاهلي اللي بيتفرج علينا واللي دايما بيتابع الاخبار، لكن هو في منهم اللي ما عندوش يعني خبره صحفيه، ما عندوش خبره اعلاميه، وبالتالي ممكن ينساق، ممكن يصدق، ممكن يبدا يفكر هل الاهلي ممكن فعلا احمد فتحي يمشي من الاهلي؟ هل فعلا الاهلي بيخطف لعيبه من الانديه الاخرى؟ هل الاهلي ممكن مثلا يجيب مدير فني ومدير الفني التاني موجود فيبدا احلام لا ده احنا هنجيب رينار، ده احنا واحنا داخلين على مرحله مهمه جدا، مرحله ختام. انت ايه رايك بدل ما انا اقول لهم كده انا اسالهم، هل شفتوا الاهلي بيعمل الحاجات اللي قالها عمر ربيع ياسين دي؟
اللي شاف فيكم الحاجات دي اتعملت يبقى يصدق اللي بيحصل دلوقتي. كلهم ما شافوش الكلام ده جيل بعد جيل. لم يروا في ناديهم الا الاقرب للاحتراف، الاقرب للكمال الاداري، الاقرب لنقل كل ما هو حداثه. وانا قلت ده معاك قبل كده لو انت صح طبعا. دائما الاهلي جالب كل جديد باعتباره منفتح، باعتباره عايز يقدم النموذج العالمي قاريا وشرق اوسطيا وعربيا، ومن صح. ثم اعتقد ان جمهوره مش محتاج ان احنا نخرج له عشان نقول له اوعى تتهز اوعى كذا، بالعكس هو امتى شاف ده عشان دلوقتي ممكن يصدقه. ما اعتقدش انه شافه قبل كده صح. ولا يدين النادي الاهلي ان يكون بيبحث ها من خلال اداراته الفنيه بالتركيز على بعض ما يحتاج للفريق او قائمه النادي، ولا ان يخرج من قائمته نجوم. يا سيدي اللي بيخرج ده يعني ما اشتراش النادي وملوش حاجه عند النادي. العلاقه علاقه تعاقديه، صحيح في النادي الاهلي لها زهوها، لكن انت تخرج واكاليل الغار خلفك وتماثيل الذهب في ايادي الجماهير وهي تودعك، والتمنيات اذا كنت لسه مكمل بكل توفيق لو رحت لنادي اخر. فما تعملهاش بقى كمان غضبه واشتروني لحمه وباعوني عظمه ايه الكلام ده؟ كلام لا يليق ابدا ان جمهور النادي الاهلي يعني يحس انه قريب من بواباتنا دي، لانها لم تحدث وملهاش ثوابت. طيب هنروح بقى لملف كره القدم وملف الفريق الاول. النادي الاهلي عنده مباراه مهمه جدا يوم السبت امام نادي سموحه. الكابتن حسام حسن واحد من المدربين الكبار، المدربين اللي دايما بيكون عندهم حماس، بينتقد الى لعيبته داخل الملعب. سموحه كان في موقف حرج، الكابتن حسام يعني خلاص الفريق سموحه اكد ان هو هيكون موجود في المنطقه الدافئه زي ما بيقولوا، وفي نفس الوقت بعد عن منطقه الهبوط، وبالتالي هيلعب المباراه لشقين. انا شايف ان هو هيلعب شق بقى ان الفرقه تسيط نفسها، وفي نفس الوقت كابتن حسام عايز يحاول ياخد عدد من النقاط اكبر علشان يوصل لابعد مركز ممكن بعد نهايه بطوله الدوري. شايف المباراه ازاي يا عصام؟ لا مباراه قويه جدا. انا عجبني جدا العنوان اللي حطه الكابتن سيد عبد الحفيظ اللي هو المباراه القادمه هي الاهم. يعني بطل هو يحكي عن التفنيده فنيه لمباريات سابقه، او هو عايز ايه حتى من لاعبته، بقى سؤاله الاهم واجابته الموجوده على الساحه هي المباراه القادمه مع حسام حسن ومع فريق سموحه اللي بدا ينضبط اداؤه نوعا ما. هي مباراه قويه جدا جدا، لكن الاهلي عنده عدد من المباريات ليها في كل مباراه 3 نقاط، لا يمكنه اصلا التفاوض على اي نقطه من الثلاثه. دي سكه الاهلي اذا كان الدرع هو هدف الفريق واداره الكره، لانه الاداره العامه ومشرف كره القدم وهو محمود الخطيب وفروا كل حاجه. اللعب الوقت فين؟ في غرف كره القدم، اللاعبين والجهاز الفني واداره الكره، ومن ثم ما عندهمش الاوبشن بتاع ان احنا ممكن نقول قدر الله وما شاء فعل، الا اذا كانت العرض اتكسرت ب 20 كوره وما اتحسبش 10 ضربات جزاء اللي هم يعني يعلموا الحكام يا ابني اما تشوف دي ضربه جزاء، اللي هي الحاجات بقى اللي قدريه فعلا. لكن ما عندوش اوبشن يا عمر انه نقطه من الثلاثه في اي مباراه قادمه تطير، مش النقطتين ومش الثلاثه. ومن ثم انا شايفه مباراه صعبه جدا، لكن فرقه الاهلي وعينها على الدرع، الدرع هذا الموسم تحديدا، لان كل تحدياته كان الكثيرين بيحاولوا يصعبوها على النادي الاهلي. حتى الان الاهلي كسر لهم كل نظريات صح. لازم بقى فيما تبقى يكون فريق النادي الاهلي وادارته الفنيه جديره بثقه الاداره والجمهور العظيم ده. شفت مباراه النجوم ازاي؟ شفتها مواصله للطريقه اللي بقول لك اتكلمت بيها اداره الكره او مدير الفريق، يعني اللي هي فكره انها مباراه مفيش يعني ابدا اي فرضيه الا لضغط مبكر واحراز هدف ومحاوله تغطيه الهدف، لانه هدف واحد اصبح لا يكفي في دوري بقى كل الفرق فيها عندها تطلعات، فما بالك بقى والمباراه القادمه مع فريق ضبط اداؤه، لانه فريق بقى له اكتر من موسم بيعرف يبقى موجود على الاقل في مشاغبه الكبار. بلاش يا سيدي فكره انه مع الكبار، لان دي محتاجه دلالات يعني مواسم عديده يعني، لكنه بقى من الفرق اللي بتعرف تشاغب الكبار، والان معه مدير فني ايضا برضه حريف اللعب مع الكبار هو حسام حسن. ومن ثم هي مباراه صعبه، لكن لا اعتقد ان هناك اوبشن، لانه كلامنا ينطبق على كلام
السيد لاسارتي وكابتن سيد عبد الحفيظ مع لاعبتهم وبيقولوا لهم ثلاث نقط يا بلاش. تكملة لكلام حضرتك، وان دايما الكابتن سيد بيقول المباراة اللي جاية هي الاهم. الاهلي عنده، الاهلي عنده طبعا مباراة ضد سموحة، المباراة المتبقية الاهلي سموحة وامبي هتكون يوم الخميس القادم على طول. أيوة. مش الخميس اللي جاي ده، اللي بعديه على طول بعد مباراة سموحة، والاسماعيلي والمقاولين والزمالك. دول طبعا الثلاث لقاءات اللي في الاخر لسه ما تحددوش، لكن دول لقاءات الاهلي المتبقيه في بطوله الدوري. مباراه صعبه استاذ عصام جدا، مباريات لا تقبل القسم على اثنين تماما. وفي نفس الوقت يعني النادي الاهلي محتاج جمهوره اكتر الفتره اللي جايه، عشان خلاص وصلنا للمرحله النهائيه، وبالتالي محتاجين ان جمهور الاهلي يكون على قلب رجل واحد، نكون كلنا واقفين ورا الفريق، وان دايما نركز في حاجه واحده، ان النادي الاهلي مصلحته هي اهم شيء الفتره اللي جايه. مؤكد مؤكد، وعشان النادي الاهلي مصلحته هي اهم شيء، يعني خلي الجمهور شويه يبقى اكتر من اي فتره سابقه عنده يقين ان يترك العيش لخبازه على الاقل كتله المباريات دي، وان يؤجل احلامه المشروعه في جلب نجم، في تغيير لاعبين، يعني كل اراء الجمهور الحقيقي بالظبط، مش الحاجات اللي بتتحدف زي الطوب. الجمهور الحقيقي ان تصبح بس ايه، احلام مؤجله، يعني احلام مؤجله حتى تنتهي المهمه الحاليه. طيب احنا كنا اتكلمنا قبل كده، وحضرتك بالاخص يعني بتشرف ان حضرتك تكون موجود معايا، وبستمتع جدا ان انا بتكلم مع حضرتك استاذ عصام. دايما يعني اراء حضرتك بتكون مميزه، وبيكون ليها يعني اللي فعلا الحادث بتاعه والطابع بتاعه في المستقبل. اتكلمنا على صالح جمعه، وقلنا ان هو يعني هيركز وهيبقى فعلا واحد من نجوم النادي الاهلي، ويكون واحد من اهم المفاتيح اللي موجوده. بالفعل الكلام اتحقق، وهو دلوقتي بقى مايسترو يعني لوستو صالح جمعه، يعني المعلم صالح جمعه، لوستو صالح، لوستو صالح المعلم صالح، كل الالقاب، صالح كل الحاجات، كل الالقاب اللي بيحبها طبعًا صالح، جمهور الاهلي بدا ان هو يطلق عليه. فعايز اعرف راي حضرتك كده، وتقول لي صالح ايه راي حضرتك فيه، وهل بقى نتوقع كلنا كجمهور الاهلي، وممكن حضرتك تقول لنا ان صالح يكمل لنهايه الموسم، يبقى هي دي البدايه الحقيقيه اللي لا يمكن ابدا ان شاء الله يحصل له هبوط في المستوى، بالعكس كل مباراه يزيد عن المستوى اللي قبليه. صالح هيكمل وهيزيد. ليه؟ لانه هو اللي قرص. تخيل انت واحد ساعات كده يبقى فتك قوي بس محتاج قرص ودن، عارف مين اللي قرص ودن صالح؟ هو صالح. صالح قرص ودن نفسه. صالح لقى كل حاجه حلوه بتبعد، صح، بينما اخوه الصغير عبد الله باهتمامه بشخصه، ها، بعطائه، وان كان الموهبه تختلف بين الشقيقين، يعني رغم ان عبد الله لعيب حريف برضه طبعا، لكن الحقيقه الثاني اسطه. بس انا لما سالته قلت له انت احرف ولا عبد الله؟ قال لي لا انا احرف من عبد الله بكتير. انا بقول لك اهو، رغم ان ده حريف لكن ده اسطه، اسطه جامد قوي، اسطه جامد قوي الحقيقه. يعني ما شفناش من زمان كده، واحنا شفنا بيلعب كوره سهله قوي، يعني حضرتك بيلعب كوره السهل الممتنع، سهله ومظبوطه. قلائل اللي بيباصوا الكوره بحد علمي في الكوره، لما تروح لك ما توقفهاش، تكمل عليها ولا تصلحهاش لو عايز تشوط، ولا تعدلهاش. يعني انت لو ما وصلتش لكره صالح وانت على يعني في الوينج رايت، مش هتطلع اوت، هتستتقف على الخط لو المدافع ما جالهاش وانت ما روحتش، هتقف. حتى المقاسات يا راجل مظبوطه عنده على البوكليز ده بتاع اللي بيعملوا بيه الحاجات الدقيقه، يعني اسمها المخرطه طبعا، واخد بالك؟ لا، فهو شاف كل الحاجات الحلوه بتقع من ايديه، فلما من وجهه نظري، وكمان اضاف لنفسه اضافه جديده، سمع الكلام. ما هو اكتر حاجه وانت لعيب وانت في سن النجوميه والشباب والفتوانه والمراهقه، وقول زي ما انت عايز، انك ما يبقالكش كبير تسمع منه او خبير تتعلم منه، وتفكر ان انت الواد الجن. وبالتالي صالح الحمد لله طلع مش النوعيه دي خالص، طلع بني ادم مصري طبيعي، وبالتالي له ما له وعليه ما عليه. خلع سنه كده شمال، رجع تاني ما بيلعبش على ناحيه اليمين على طول، وبالتالي اللي يورس ودن نفسه بنفسه ده، تعرف انه قادم الايام ملكه ويستحقها. هل ممكن ناخد عظه وعبره من موضوع صالح جمعه ده لجمهور الاهلي تاني، اللي كان بيستعجل وجود صالح جمعه، اللي كان بيقول ان المدير الفني ليه مش بيضم صالح جمعه للفريق وهو موجود، والاهلي محتاج بلاي ميكر في الوقت المناسب في اللحظه المناسبه، استعان لصالح؟ مش هتقدر غير تقول له دول بقى، اللي هو استنى في الوقت المناسب. ما انا عشان كده برضو عايز اكد تاني وتالت من خلال وجود حضرتك معايا. مش هيبقى واخد باله صالح لسه ناقصه 5 كيلو يخسهم ولا لا؟ عشان كده حضرتك قلت ادي العيش لخبازه، دي كلمه هفضل اقولها. فمش هتقدر تقول له غير دول، لكن تقدر تقول له استنى شويه، اسكت، مش هيقدر، لانه خاصه امام المواهب الفذة. انما هيبقى هو يعني في حاله سخونه، انما نقدر نقول له الجزء الاخير ده،
يا سيدي الفاضل ما هيلعبه لما يخس 5 كيلو، ما هيلعبه لما يقدر يجري 80 دقيقة مش هنقول مثلا 90، ما هيلعبه لو بقوا 50 لو هيقدر يلعبه شوط وشوية أو شوط واحد، ادوله بقى الفرصة الراجل إنه يلعبه، لكن الباقي عدم المطالبة دي تصعب على الجماهير في كل العالم مش في مصر بس يعني، فما بالك كمان مع اللعيبة السوبر يعني، مع الأسطوات. وبالتالي أعتقد إن صالح هيحل ألغاز كتيرة قوي للكرة المصرية، وده مركز مفتقدينه من فترة طويلة الحقيقة. صالح مش شبه أي حد مع احترامي يعني، مش شبه أي صناع لعب. صالح بيعيد لذاكرتنا كابتن فاروق عفر ومحسن صالح وكابتن صفوت الله يرحمه، اللي بيفهموا كرة يعلموا معنى ما أقصد يعني، الناس اللي ما ينفعش يتراقبوا رغم أن فكرة نمرة 4 دي اتلغت، لكن في لعيبة لسه ما ينفعش تتلغي، اللي هو يبقى هو البلاي ميكر ده. لا في العالم كله صحيح ما بقاش فيه فرقه يلعبها واحد، لكن لسه في لعيبه بتقدر تعمل ده، وبالتالي انا بقول لك انهم ربما يكونوا معدودين في العالم مش في مصر ولا في افريقيا. صالح واحد من الطعم ده، فاروق جعفر، محسن صالح، صفوت عبد الحليم. ممكن نشوف صالح جمعه في البطوله الافريقيه اللي جايه؟ لازم نشوف صالح يعني، لازم خلينا زي الكل ولا تاكل. يعني لازم ولا حضرتك ممكن نشوفه ان ممكن المدير الفني يديله فرصه، مستر رجالي ممكن يديله فرصه، ممكن يخليه ليه تواجد خلال الفتره اللي جايه علشان يثبت نفسه اكتر. انا مستبشر بقى جيري انه راجل بيلعبها بصيغه احترافيه، بيستنى المحترفين وبيدي فرص لكل الموجودين ان او داخل البلد يعني، لكن في حاجات بقى ما ينفعش فيها تقدير يعني، ما ينفعش نقول ايه اصل الراجل طريقته ما تنفعش مع صالح، لا الكلام ده لو صالح من اللعيبه اللي اتقال عليه حاول اللي هو نازل يمتع نفسه بس. فممكن ده يبقى فيه اعتراضات من ايام الكابتن جوهر رحمه الله، وانا بثق في هذا المعلم اللي تتلمذنا معاه على اشياء في الكوره هو وغيره طبعاً. لكن هذا الرجل كان علامه عالميه قبل ما يبقى فيه احتراف كابتن محمود الجوهر رحمه الله، ومن ثم بعض اللاعبين لما يتقال عليهم كده نصدق او نصدق نص نص. صالح مش من النوعيه دي اللي هي ايه اصل تنفع طريقته ولا لا. صالح يلعب معاك برازيلي وانجليزي والماني وبلدي ودوره رمضانيه ودوره ليفربوليه وحاجات كده يعني. صالح يعني معاك في اي حاجه، وبالتالي لازم نشوف صالح جوه. رايك في مستوى رمضان صبحي بيتطور مباراه للثانيه؟ بدا يرجع رمضان اللي كنا شفناه في بداياته، بدا ان هو رمضان صبحي بدا ان هو يشوط؟ لا لا لسه لا ولا اظهره، وهقول لك ليه. طب رمضان صبحي، خلينا رمضان صبحي بدا ان هو بدا ليه؟ طب قول لي حضرتك ليه. اول ما رمضان يكمل حاجات ما كانش بيعملها اعرف ان رمضان بيتطور، لكن طالما رمضان. طب ايه هم الحاجات اللي حضرتك شايفها ان رمضان لازم يتطور فيها؟ ان انا اروح النادي وما حدش بقى يزعل مني، ان انا اروح النادي الاقيه بيشوط 50 كوره كل يوم لوحده. بس شوط الماتش اللي فات متى؟ وافرض ما انا بص بقى، انا ما بقولكش ان رمضان، على العكس رمضان فريقه من غيره ما ينفعش اي فريق، ما بتكلمش عن النادي الاهلي، وسيبك حتى من حكايه ما فيش فريق يقف على لاعب، ده لو كان اللاعب ده لاعب فاسد يعني او مضيع موهبته، لكن في فرق يهمها وجود لعيبه زي رمضان طبعا. طيب حضرتك قلت تروح النادي تلاقيه بيشوط 50 كوره، الاقيه بيتعدل ناحيه احتراف حقيقي جدا جدا، مش احتراف بس، جدا جدا. رمضان ليه؟ لانه تخيل بقى ان رمضان بيفك طلاسم انه بدل ما يحطها والراجل بيقع بيحطها تشيب، ودي عايزه تمرين، بدل ما يستنى اللي جاي عشان يحطها له هو يشوط هو. النواقص الفرديات اللي انا شفتها مع كل لاعبتنا المحترفه، واللي انا شفت رمضان في شريط في تمرينه بيعملها، واساله كل لعيب بيروح النادي بدري، اللي بيشوط بيشوط، واللي تاكلينج تخيل اللي تاكلينج بيعمل له 100 تاكلينج، واللي هيدرز بيعمل له 200 هيدرز، وكله اللي هي اسلحته الخاصه يا كابتن عمر، واخد بالك؟ وبالتالي ساعتها بقى هقول ده رمضان اللي انا مستنيه. عارف يتعامل في الكوره دي حضرتك؟ طبعا، ما هو ده رمضان. هو انت بتتكلم عن مين؟ عن رمضان صبح حاجه كده فاكهه. انا بكلمك هو ده رمضان اللي انا بستناه زي شهر رمضان كده بين الشهور، ولا هو رمضان؟ لا، ده انا مستني رمضان تاني خالص، اللي هو قد ده 10 مرات يعني. احنا شوف بنقول رمضان ده لا غنى عنه، صح؟ صح، ما شاء الله عليه، لكن ده هو عنده رمضان تاني قد ده 10 مرات. مهمه جدا، مدير الفني مستر مات الاصاطي يعني بيتكلم معاه بثقه كبيره جدا، هو عارف من اهم، هو عارف ان رمضان لانه لعيب محترم، لانه لعيب بيسمع، ناقص بقى يشتغل على ادواته، مش رمضان بس. عشان كده انت بتقول لي قلت لك وفلان وعلان، وعد لك تاني ليه؟ لانه
التدريب كله يا كابتن عمر، وانت راجل لعبت كوره بقى على اسلحتك قبل التدريب الجماعي بتاع المدير الفني. صح طبعا طبعا، اهم حاجه القدرات الفرديه لغايه تريزيجيه وكلهم حبايبه. قبل ما يسافر اخر مره كان معايا، خليته يحكي لي شاشه وما كانوش بيصدقوني لما اقول لهم كل واحد بره في لعبتنا دي بيتمرن بشكل مختلف، بيروح النادي بعد ما يفطر فطار محدد، مش هنهزر، مش من عند اي مطعم بيعجبه، ويقرا الجورنال اذا كان بيحب يقرا الجورنال او مجله، يشوف الاخبار مش عارف على الواتساب على فيسبوك على تويتر على انستجرام، لا يفكرونا مش عارفين الحاجات دي، ومن ثم يبدا مرحله عمله اللي هي برضو الراجل عارفها. ما هو برضو انت بتروحش عايز تزود عضلاتك فتروح تضربها في الجيم، لا ده بعضهم معاه جيم بتاع زي الفيزا كده، هو عارف تعمل كمان، لسه هيوقفوا لك واحد يقول لك ثاني مد، دي اسلحتك يا كابتن، لو انت ما زودتهاش يا كابتن انا اسف ما حدش هيزودها لك. وبعدين اوبا يا حظك، لا يا حظك ايه، في تدريب، اللي تشيب يبقى تشيب، اللي مش عارف من هنا تلف كذا يبقى كذا. هو ميسي بيجابها ازاي يا كابتن عمر؟ بالتدريبات طبعا، ده حصه كوره بالعدد، وإشي بقى مدافع بتطلع الكوره فانت تطير بدماغك لو باك، حتى العدد مختلف، مش بس اللعيبه عندها اللي هو الهوم وورك الشخصي. لما اشوف لعيبتنا اللي بتغادر دي راجعه تاخد بايد لعيبه جوه مصر يبقى هو ده رمضان جانا. انما في رمضان طبعا سوبر رمضان لا غنى عنه، لا في المنتخب ولا في النادي الاهلي. تعال نروح شويه عصام ناخد نفسنا، يلا بينا نروح لفاصل نرجع نكمل مع حضرتك، خليكم معانا. لسه مكملين مع حضراتكم في السهرة الرمضانية على قناة الأهلي في برنامج الأهلي الليلة، واللي مشرفني منورني الضيف العزيز والناقد الكبير الأستاذ عصام شلتوت. أكمل معاك أستاذ عصام بقى، ورحنا لرمضان واتكلمنا على صالح حسين الشحات، وعايز أعرف برضو رأي حضرتك في إيه، ويعني إيه اللي حضرتك منتظره من حسين الشحات في الفترة القادمة، وتطالب بيه جمهور الأهلي أيضا إن هو يعني يصبر. لا أنا مش هطالب جمهور الأهلي، لأن جمهور الأهلي عمل لحسين كل حاجة. أنا طالب من حسين حاجة واحدة بس، إنه ما يأكدش المتأكد. عارف وزير رمضان؟ أنا مش عارف أحلها. يعني حسين يا عيني ضاغط على نفسه قوي، إنه عايز يقول لجمهور الأهلي حسين جاي يرد لكم كل حاجة حلوة، وعايز يقول للنادي الأهلي أنا جاي أرد لكم كل حاجة حلوة، وعايز يقول لكل الدنيا أنا أهلاوي، أنا اي عرض كان بيتقدم لي كنت بقول لا النادي الاهلي. طب حسين جمهور بيقول لك مصدقينك، واداره النادي قالت لك خلاص مش بتقول لك مصدقينك، وعشان كده جايبينك، انت ليه ضاغط على نفسك ان تحاول تاكيد المتاكد؟ وبالتالي ذهنك مش صافي لتقديم ربع مستواك العادي. اول ما بينسى في الماتش الواحد بتلاقيه عمل كام لعبه حسين الشحات، وبالتالي بسيطة ما تستبسطهاش. حسين الشحات يستطيع أن يعود في أي وقت، لكن برضو بحسب خبراتي المتواضعة جنب خبرة مساعدين لسارتي، مش لسارتي نفسه، هو لابد أن يرى ما يراه، لكن لعيب زي حسين لازم تسيبه في الملعب. دايما النجوم كابتن عمر برضو بخبرتنا في الشغل مش في الكرة والتدريبات، يعني لما بيجيب لعيب غالي ما ينفعش تسيبه للانسجام والكلام ده، لا لازم من داي 1 يبقى في الملعب. ده جزء من انه ما يقعدش يسمع كلام كتير، هو هيدي ولا مش هيدي، هو قد تمنه ولا لا، سلامات تتيه، ما ينفعش. وبالتالي انت مطالب يا حسين بانك تلعب لعبك وبس. هترجع حسين الشحات بلس 10 كمان، لانه انت كل الحاجات بتؤكد انه في حاله من القناعه بحسين الشحات. موضوع سهل جدا يا كابتن عمر. طيب ممكن نروح شويه كده لمنتخب مصر وبطوله افريقيا، وشفنا افتتاح محترم جدا، شفنا افتتاح يليق بمصر، لكن حفل القرعه طبعا. طبعا حفل القرعه، لكن عايز اعرف راي حضرتك في بطوله افريقيا ومنتخب مصر وسادات منتخب مصر الفتره القادمه، وهل ممكن قائمه منتخب مصر تشهد مفاجات، ولا بشكل كبير المدير الفني استقر على الاسامي اللي هتكون موجوده معاه، وممكن يعطي بعض الفرص لبعض اللعيبه اللي يعني الجهاز الفني ممكن يطالب بيها المدير الفني ان هو يديها فرصه عشان تثبت نفسها. البطولات الكبيره ما فيهاش فرص. يعني لما يبقى القوات الكرويه العظمى اللي جايه لك كلها جايبه سيدو ماني وعلي ماني ومحمود ماني، مش هينفع انت ايه تبقى بتقول ادي فرص. الفرص دي رصيد خبرات.
الفرص دي رصيد منافسات. لكن انا مش خايف مع اجيري، لو سالتني ليه اقول لك لانه بيشتغل مع مصر بما يناسبها. مصر بلد كبيره، مصر عندها محترفين، عندها لعيب جوه اصحاب خبرات في معتركات افريقيه، ومن ثم يستطيع انهم يشيلوا مع المحترفين. وبالتالي هو مقسم اجندته، لعيبه حالا، لعيبه بيدخلها، وفي لعيبه ما كانتش مصدقه ان ممكن تختار في المنتخب، وانت منهم لعيبه انت تعرفها كويس كصغار سن طبعا. مش عشان قليلين، بالعكس. محمد محمود بقى وانت ماشي كده، وعمار فجاه لقوا الراجل بيروح كل الماتشات هو وجهازه. الراجل بيتعامل مع مصر باحترافيه عظمى. طيب ايه الفرق بين اجيري وكوبرس عصام؟ انه اجيري بيشتغل على الحداثه، مش هيفتح مدرسه، والدليل انه طلب 10 ايام وان حلمه 15 يوم مش شهر في تجميع اللاعبين، زي كل العالم ما بيعمل مع فرقه مع منتخبات واقصد. وبالتالي لا طلب بقى حضانه ولا عايز انيمهم في حته، الكلام ده كان ايام الهوايه يا كابتن عمر. ولا طلب طلبات. الكبر بقى كان من المدرسه دي، غير انه هو جاي على مصر سمع ان مصر دي بتتضرب لان لعبتها فكه، لان لازم تقفل عليهم، لانه لازم حضانه، لانه لازم كذا وماذا. اجيري منفتح، اجيري بيقول للعيبه بعد الخطه، بعد التكتيك، بعد طريقه اللعب، جو بويز انجوي فوتبول، الجمله العبقريه اللي بتتقال لاغلى النجوم ونجوم الدرجه الرابعه كمان، كلمة موحدة. ومن ثم أنا مش قلقان منه، وأنا بقول للناس اطمنوا، الراجل أجندته فيها ثلاث صفحات. لعيبة حالية هتشيل معاه أمم أفريقيا، لعيبة هتكمل معاه لمنافسات 2022، ومن ثم الراجل ده ممكن يعدل كتير قوي من تجارب منتخبنا، خاصة إن القماشة وسعت، وده اللي هو شغال عليه، يدخل أي لعيب يستحق الدخول. لكن عند وضع القائمة الكان 2019 هيكون عنده مش مفاجآت، لكن هيكون عنده لعيبة تملك الخبرات للعركة الكروية الكبرى دي، ومش هتبقى ساعتها اسمها مفاجآت ولا حاجة صدقني. يعني فرص منتخب مصر بكل أمانة وصراحة لجمهور مصر كله بقى، الأهلية والزمالك. لا ما أنا 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 مصري أطلع. وأنت عارف إن أنا مصري طبعا. لا يعني ما أقصد طبعا. لا يعني ما أقصد إن أنت ضيفك مش أجنبي عشان طبعا. لا تقول لي إيه بقى ومنتخب مصر المفروض يعمل إيه، مش تقول لي فرصه إيه. طيب منتخب مصر إزاي يفوز بالبطولة؟ هو بقى ما عندوش أوبشن إنه يقول لنا فرص مصر إيه، هو عنده أوبشن إن إحنا نقول له إحنا ما عندناش غير مباراة النهائية يا مستر أجيري بعد اذن حضرتك، ولا الكاس البطوله على طول، المباراه النهائيه اولا. لحد الان صعد مباراه نهائيه في الجابون وخسر. ما انا بقول لك يا سيدي ما علينا، يخسر بقى ساعتها هنقيم خسرنا ازاي. لكن بره المربع الذهبي وقبل المربع الذهبي نقولها كده واضحه، المباراه النهائيه يبقى كان حضرتك ما جتش، ما اعرفكش، اعتبرني ما جشت، بتاعت النجم محمد سعد الجميل ده، اعتبرني ما جشت. انا لو اجيري اقول لهم انا اسف سلام عليكم. ما ينفعش، احنا نلعب نهائي مع اي مدير فني. احنا الفرق بقواتها العظمى بتيجي تسالهم بقى هم تنتظر ايه من منتخب مصر. لو انا مثلا من المغرب اقول لك والله بش اخوي لازم نشوف جوز منتخبات في النهائي منهم منتخب مصر، تجيب كوالا لالا يقول لك ايجيبت ان فاينل، مفيش هزار. مستر اجيري احنا في النهائي، ده انت مستلم مننا العهده كده، ما تسلمهالناش اقل من كده، نتفاهم بقى واحنا بنلعب النهائي. لكن انا مش قلقان من فنيات الراجل الحقيقه يعني، ومش قلقان من قماشه اللعيبه بصراحه. شايف حضرتك ان هو والجهاز الفني بيتعاملوا بشكل كويس في التغطيه، بشكل محترف بشكل محترف في تغطيات مباريات الدوري، ان هم يوصلوا المعلومات كامله للمدير الفني، خاصة ان هو من الناس مشكلة. من الناس كمان اللي لغت الحاجات بتاعت الكرة اللي احنا ما فيش حد عاملها غيرنا، اللي هو المدرب العام والمدرب والمدرب المساعد، اللي هو كل واحد في التلاته فاهم انه شغال عند التاني. وبعدين الكوتش بقى فالمدرب العام شغال عنده، لا هو الراجل كوتش اند كوتش ستاف، فيهم واحد ترينر اللي بيقعد ياكل ودنه ده مع جارديولا تلاقيه، ده محلل الاداء دايما بيكون، لا الترينر بتاعه، ترينر اللي هو ساعات مش هيشتغل. الهاني رمزي قرب منها رغم ان الراجل معاه ترينر، لكن قرب منها ليه؟ لان هاني رمزي ابن الكره العالميه وبيتكلم اكتر من لغه، ودي تفرق. لو ما كانش كده ما كانش هاني بقى في ودنه الثانيه، كان اعتمد على الراجل، والباقي مش ما بيعتمدش عليهم، الباقي كوتش ستاف. كل حد في الثمانيه تسعه عشره
عنده شغلانه يا عم عمر. الراجل بقى ما يعلمه انه بيخلي كل حد فيهم يحط تشكيل، ودي المنظومه العالميه، كل الكوتش ستاف بيحط تشكيل، ده اللي عرفناه. بس في الاخر رايه هو اللي هيمشي. طبعا طبعا، حتى في حارس المرمى يا رجل، هي دي الكوره العالميه، هي دي النقله اللي احنا محتاجينها، مش كل واحد فاهم انه التاني شغال عنده، لا الرصه مش كده، الرصه كوتش اند كوتش ستاف، او كوتش وكوتش ستاف، او مدير فني والباقي ستاف ما عدا ترينر. ترينر ده اللي قاعد ياكل ودن، يا عم اعمل كذا، يا عم سوي كذا، يا عم. لكن الكوتش بقى هو الجنرال، هو اللمسه، هو الشخصيه، هو اللقطه، هو اللي بيعرف يعمل التغييره، هو اللي بتغييره داخليه يقلب الجيم، وهكذا بقى. ومع اجيري حتى الان كل المؤشرات لصالح. طيب انا في سؤال عايز اساله حضرتك عشان الوقت بيجري بسرعه، عايز اعرف من حضرتك او تقول لي مين الانديه اللي ممكن تتوقع عليها ان هي تهبط الى دوري الدرجه الثانيه؟ انا عارف ان المنافسه على القمه يعني قويه، اهلي وبيراميدز وزمالك بالترتيب، وفي القاع عندنا يعني الثلاث انديه اللي موجودين تحت النجوم والداخليه وحرس الحدود في ام بي بتروجيت والجيش، بنتكلم في 34 نقطه، الجيش بتروجيت 34 نقطه، ام بي 33 نقطه، حرس الحدود 32 نقطه، والداخليه 27، واخيرا النجوم 25. مين الثلاث انديه اللي حضرتك تتوقع؟ احنا بس يعني مش قصدنا حاجه، عايزين نتوقع. هو رقميا يعني الداخليه والنجوم بعدوا قوي، وفي مكان ثالث اللي هابط ثالث، الا اذا طبعا انتصروا هم على نقاط المباريات اللي جايه، زي ما قلنا يبقى ما عندهمش اوبشن ضياع نقطه مش الثلاثه. وفي نادي ثاني ما بين حرس الحدود والطلائع. طيب احنا بص حضرتك، حرس الحدود عنده اللقاء اللي جاي ضد المصري، تمام؟ حرس الحدود طيب عنده المصري، وبعد كده وفي مباراه ضد الزمالك. الزمالك تمام، ده بالنسبه لفريق حرس الحدود. طيب ماتشين بس اللي موجودين قدامي حاليا، دول ماتشين الموجودين حاليا على الجدول اللي معايا. الداخليه طيب خلينا في انبي الاول. انبي عنده الاتحاد في اسكندريه، وعنده الاهلي بس دول اللي موجودين حاليا قدامي. طيب حضرتك قلت لي عايز الداخليه ولا عايز الداخليه؟ طيب الداخليه عنده الموجود قدامي ماتش واحد فقط قدام نادي الزمالك. الزمالك النجوم، النجوم عنده مباراه ضد مصر للمقصه اللي هتكون يوم الجمعه القادمه، المقصة يوم 10 ده اللي قدامك بقى. لا طبعا، وفي كمان ماتش ليهم مع بيراميدز. النجوم فاحنا بنتكلم على كله عنده ماتشات صعبه، كله عنده ماتشات صعبه. ده اللي انا بقوله لك، في الحاله دي تروح للنقط. النجوم كام قلت انت؟ النجوم 25، 25 والداخليه 27، الداخليه 27 وحرس الحدود 32، 2 امبي 33، امبي 33، بتروجيت 34، الجيش 34، بتروجيت 34 والجيش 34، الجيش 34. الموضوع صعب جدا جدا جدا، الموضوع صعب جدا. لكن بالارقام، ما لم يقفز النجوم بست نقاط من الماتشين الجامدين دول، وده مش من ماتشات غيرهم، وده صعب مع كامل الاحترام ليهم طبعا. يعني ابو 25 والداخليه يعني عنده مباراه قدام الزمالك، الداخليه عنده ادي الزمالك لوحده اهو، وعند 27 نقطه. حرس لاحظ بقى ان الحرس ب 32 وانبي ب 33، وانبي من الفرق اللي تعرف تلم نفسها، والداخليه كمان، بس الداخليه ظروف الموسم ده كانت صعبه قوي، وده من الفرق اللي تزعل عليها. وكمان انبي والنجوم عندهم ماتش مع بعضيهم، ايوه، فده يبقى ملحمه. انت لسه بتقول لي اهو، طب ادي انبي والنجوم ماتش ايه بسته نقط لوحده، وبالتالي زي ما قلت لك في بدايه الارقام، 25 ظروفه صعبه، 27 ظروفه صعبه، واحد من 32 يعني، واحد من الحرس وانبي وبتروجيت والجيش، واحد منهم اللي يخلي باله، واحد منهم اللي هينزل درجه ثانيه مع الفريقين. النجوم والداخليه ما لم يعملوا، احنا بنتكلم على ارقام، يعملوا قفزه مجنونه في كره القدم، يعملوا بقى ونكتبها لهم بلغات الحياه كلها ريمونتادا. طيب يعني ماشي، اما بيقولوا لي انبي عنده المقصه والاهلي والنجوم، يعني برضه ثلاث ماتشات، والاتحاد اربع ماتشات صعبين جدا. اخيرا سريعا جدا استاذ عصام، عايز اسال حضرتك محمد صلاح للموسم الثاني على التوالي في نهائي دوري الابطال، تتمنى له ايه؟ او حضرتك شايف محمد صلاح هل بقى يعني
يعني ربنا يعني يكافئوا بدوري الابطال وليفربول يفوز، ولا ممكن هتكون مواجهه صعبه ويتكرر نفس السيناريو الموسم الماضي؟ مكافآت رب العباد للمجتهدين كتيره قوي. الهداف ان شاء الله ونهائي دوري الابطال أيوة. الموسم الثاني وان شاء الله يفوز بيه. وانت جراك الماتش اللي جاي ايه اللي ممكن يحصل مع المان سيتي؟ المان سيتي كسب بشوطه، كنا زمان واحنا بنلعب نقول له قاعد ايه شوط يلا عشان يشوطها يضيعها، ده شوط جاب جول يعني ايه. لكن مو صلاح ها على فكره ده يرجعنا للي بيتدرب على اسلحته، بيتدرب على اسلحته اسلحته هو بتدريبه هو على معداته هو، ومن ثم شوف ربك الهداف للموسم الثاني رغم ان هو كمصري عربي برضه ساعات كده، لولا انه جمهور ليفربول وجماهير العالم بقى بيتعاملوا مع صلاح الانسان كمان ها بصوره فيها عيون الحب جمعاء، مش بس لاعب الكره. لكن شوف بقى يلعب لتاني مره، حتى اصابته يا اخي تدلل انه ليفربول من غيره بيبقى ظروفه صعبه. شوف قد ايه فضل ربه اصابته وغيابه تعني قدام الريال، العالم كله يكتب الموسم اللي فات خروج صلاح انا مهمه ليفربول. استاذ عصام الصحفي الكبير واللي دايما بيشرفني وبينورني، يعني اتشرفت بوجود حضرتك، دايما اكون موجود معانا في بيتك قناه الاهلي. استاذ حبيبي يا كابتن كل سنه وحضرتك طيب، ومره تاني من قناه الاهلي ومن مصر لكل العالم رمضان كريم يا رب، وكل العالم بخير في شهر عظيم عند المسلمين بيقولوا لكل العالم يا رب تكونوا في سلام وخير. نشوفكم دايما على خير بكره في حلقه جديده من حلقات الاهلي. ليله الصباح على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.